يا صباح الفل والجمال على حضراتكم مرة تانية. إذن نبدأ أخبارنا طبعا بالحديث عن أبرز ما جاء والبيان الختامي أيضا وبعض التحفظات لبعض الدول تحديدا للعراق ولبنان الذي جاء باجتماع الأمس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية. الحقيقة أنه الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط قال أنه أو من ضمن تصريحاته الحقيقة وكانت كلمته أيضا في منتهى الأهمية اتكلم على أنه الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثيين على السعودية قبل أيام ده بيعد كما وصف الحلقة الأخطر من التجاوزات الإيرانية. وخلال كلمته في جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس الأحد اعتبر أنه الصاروخ هو رسالة عدوان إيرانية غير مقبولة شكلا ومضمونا، وقال أنه البرنامج الصاروخي الإيراني يشدد تهديدا خطيرا للمنطقة ولأمنها، وأن التهديدات الإيرانية تجاوزت الحدود وتدفع المنطقة إلى الهاوية كما وصف أبو الغيط. قال كمان من ضمن تصريحاته المهمة أنه إيران بتتبع استراتيجية طائفية لتأجيج الصراعات في المنطقة، وأنها تسعى أن يكون اليمن شوكة في خاصرة السعودية والعالم العربي. في كلمته كمان دعا أمين عام الجامعة العربية طهران لأن تراجع سياستها تجاه المنطقة وأن توقف تدخلاتها. دي يمكن يعني بعض ما جاء في كلمة السيد أحمد أبو الغيط. ممكن نشوف مع بعض جزء صغير ربما احتوى على أبرز التصريحات التي جاءت في كلمة السيد أحمد أبو الغيط قبل ما نشوف وزير الخارجية السعودي عادل جبير ماذا قال في كلمته تحديدا عن إيران. متابع معنا. الصاروخ الذي استهدف الرياض إيراني الصنع، وهو رسالة إيرانية واضحة في عدائيتها. لم يفلح المسؤولون الإيرانيون حتى في تجميلها، لأن العواصم العربية تقع في مرمى صواريخ طهران الباليستية. إنها رسالة غير مقبولة شكلا أو مضمونا. إن الدول العربية تعتز بسيادتها وهي قادرة على الدفاع عن استقرارها وأمنها، ولن تقبل أبدا أن تعيش رهينة الخوف أو تحت ظل الترهيب. ولم تقف التدخلات الإيرانية عند هذا الحد. إننا نستنكر هذه التصريحات الاستعلائية والتحريضية والعدائية، ونطلب من إيران أن تراجع مواقفها إزاء الدول العربية. لقد قاست المنطقة كلها من جراء تبعات ونتائج هذه السياسة الإيرانية الخطيرة خلال السنوات المنصرمة، فتنة وعنفا وتأجيجا طائفيا واعتداء على السفارات وإشاعة للانقسام في المجتمعات ودعما حثيثا لميليشيات خارجة عن سلطة الدولة واعتداء على الشرعية وزرعا لشبكات التجسس، والقائمة في الحقيقة تطول. هذه التدخلات لم تراعي المبدأ الأهم في العلاقات الدولية، وهو الامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها. إن الدول العربية تعتبر التدخلات الإيرانية سببا أصيلا في حالة انعدام الاستقرار السائدة في اليمن، وذلك من خلال ما تقوم به من تسليح ميليشيا الحوثي وتحريضها لاستهداف منطقة الخليج بالصواريخ الباليستية. والحقيقة أن الخطة الإيرانية لم تعد خافية على أحد، فطهران تسعى لأن يكون اليمن شوكة في خاصرة المملكة العربية السعودية والخليج، مستغلة حالة الضعف السياسي والاحتراب الداخلي التي يعيشها هذا البلد العربي العزيز. والحقيقة أيضا أن هذه السياسة الإيرانية الممنهجة هي السبب الأول لإطالة أمد النزاع اليمني، والشعب اليمني هو أول ضحاياها، وهو من يدفع الثمن من حاضره ومستقبله. إننا نرفع صوتنا للمجتمع الدولي بمنظماته وقواه المؤثرة، وبالتحديد للجهاز المنوطي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين أي مجلس الأمن الدولي، نقول في عبارة واضحة أن التهديدات الإيرانية تتجاوزت كل حد. إن استقرار العالم العربي كله متكامل، وأمن دوله بنيان مترابط، وقد آن الأوان أن يتحمل كل طرف مسؤولية أفعاله،
وأن تنعم هذه المنطقة باستقرار حقيقي بعيدا عن التأجيج الطائفي والإرهاب. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في كلمته أنه الصاروخ الإيراني الذي سقط على المملكة العربية السعودية بيعكس العدوان المتكرر ضد السعودية، معتبرا أن السكوت على الاعتداءات الإيرانية عبر عملائها في المنطقة لن يجعل أي عاصمة عربية بمنأى عن هذه الصواريخ. وقال كمان في كلمته وأضاف أنه الممارسات الإيرانية جعلت المجتمع الدولي يصنفها بالدولة الأولى الراعية للإرهاب، وأنه يجب الوقوف بجدية ضد الممارسات الإيرانية. إذن كلمة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كانت أيضا كلمة مهمة جدا، وزي ما قلت لحضراتكم في البداية أصبحنا الآن نتحدث بشكل صريح ونوجه الاتهامات بشكل صريح لإيران كراعية للإرهاب أو الراعية الأولى في العالم للإرهاب، كما وصفها وزير الخارجية السعودي متحدثا عن وصف العالم لها لإيران. وبالتالي لم يعد هناك أي شيء في يعني مستتر، أصبحت الأمور الآن تدار بشكل مباشر جدا بناء على وثائق وبناء على معلومات مثبتة ومؤكدة. نتابع جزء صغير من كلمة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. استشعار دولنا للمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها أمن المنطقة واستقرارها كنتيجة حتمية للانتهاكات الصاروخية الصارخة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية في محاولة لزعزعة أمنها واستقرارها وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية لبث الفرقة بين شعوبنا وبين دولنا. السيد الرئيس، إن الصاروخ الباليستي الغادر الذي تم إطلاقه على عاصمة بلادي يعكس الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد المملكة التي شهدت نحو 80 صاروخ باليستي تحمل الهوية الإيرانية عبر عمليات الحوثي في اليمن تعرضت لها مختلف مدن المملكة، بل لم تراعي قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة التي استهدفتها بثلاثة صواريخ باليستية في اعتداء سافر على المقدسات الإسلامية واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. إن السكوت على هذه الاعتداءات الغاشمة لإيران عبر عمليات عملائها في المنطقة سوف لن يجعل أي عاصمة دولة عربية في أمان من هذه الصواريخ الباليستية. إن المملكة العربية السعودية لن تقف مكتفة الأيادي أمام هذا العدوان السافر ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها الوطني للحفاظ على أمن وسلامة شعبها. إنه للأسف الشديد ضربت إيران عرض الحائط بهذه الجهود، كما ضربت عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف والمبادئ والأخلاق الدولية، واستمرت في نهج الثورة القائم على تصديرها وعدم احترام الحدود القومية للدول وإثارة القلاقل والاضطرابات في عالمنا العربي. إن هذه الممارسات الإيرانية العدوانية جعلت المجتمع الدولي يصنفها بالدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم ووضعتها تحت طائلة العقوبات بسبب انتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية وسيادة الدول وزعزع وزرع الخلايا الإرهابية وتهريب الأسلحة والاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومحرمتها وانتهاج سياسة اغتيال الدبلوماسيين وخلق عملاء لها في منطقتنا العربية مثل الحوثيين وحزب الله. إن أي تراخي في التعامل مع سياسات إيران العدوانية تجاهنا من شأنه أن يشجعها على التمادي في عدوانها، لذا فإننا مطلوبين اليوم أن نقف وقفة جادة وصادقة مع دولنا وشعوبنا والالتزام بمبدأ وميثاق جامعة الدول العربية والقوانين الدولية في التصدي لهذه السياسات الغاشمة حفاظا على أمننا القومي العربي وسلامة شعوبنا وازدهارها.
قبل ما نشوف مع بعض أو يعني نستعرض سريعا أجزاء من البيان الختامي الذي صدر، هو لم يصدر في وقت انتهاء الجلسة، صدر بعدها بقليل، وكمان نتكلم على الدولتين العربيتين اللتان يعني اعترضت على أو أبديت بعض تحفظات على بعض القرارات وهما لبنان والعراق. وزير خارجية البحرين الحقيقة كلمته ربما البعض وصفها بأنها البعض يعني وصفها أنها الكلمة الأقوى. كل الكلمات التي طرحت بالأمس من وزراء الخارجية العرب والمندوبين عن دولهم أو الممثلين لدولهم كانت بشكل أساسي تتحدث عن إيران. وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ربما كانت كلمته الأبرز، أنه قال أنه أكبر ذراع لإيران في المنطقة هو حزب الله، وقال أنه الخطر الإيراني بيهدد أمن الدول العربية. إذن وزير الخارجية البحريني الذي عانت بلاده منذ أيام قليلة من انفجار في بعض أنابيب النفط هناك نتيجة يعني تفجيرات وحوادث إرهابية بيشتبه بالأدلة لديهم أنه إيران هي المتورطة في ذلك، بيؤكد في كلماته بالأمس أمام في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب أنه الذراع الأكبر والأكثر مساندة إلى إيران في المنطقة هو حزب الله اللبناني. نتابع معا جزء من كلمة وزير الخارجية البحريني. نحن نتكلم عن الخطر الكبير الذي يستهدف دولنا وعدة دول وهو الخطر الإيراني. فمسألة حين نتكلم عن الصاروخ الذي سقط على عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض هو ليس أول اعتداء تتعرض له المملكة العربية السعودية من قبل أطراف تعمل لصالح إيران في المنطقة، وهنا نقصد الحوثي. وأيضا النقطة الأخرى في الاجتماع هو مسألة أن تفجير أنبوب النفط في البحرين هو أيضا ليس أول اعتداء، بل هو سلسلة من اعتداءات طويلة كلفتنا الكثير من الشهداء وألوف الجرحى من رجال الأمن ومن أبناء البحرين، وكل هذه الجرائم قام بها عملاء إيران في المنطقة. فالمسألة الآن هناك تصعيد خطير للممارسات الإيرانية في المنطقة، بما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة، مسؤولية أن الأمن القومي العربي يصان من قبل آليتنا الوحيدة اللي عندنا اللي هي آلية العمل العربي المشترك. هل هذه الآلية الآن قادرة على هذه الصيانة؟ هذا هو السؤال المطروح للجميع. إيران لا تحاربنا فقط مباشرة من قبل سواحلها، نعم هي تهرب وهي تقوم بأمور كثيرة، لكن لها أيضا أذرع في المنطقة، وأكبر ذراع لإيران في المنطقة هو موجود الآن، هو ذراع حزب الله الإرهابي. هذا الحزب موجود في لبنان، موجود في العراق، موجود في سوريا، موجود في أماكن كثيرة، متمثل في شخصية الحوثيين. وهذا هو التحدي الكبير اليوم للأمن القومي العربي اللي نتعرض له. إذا ما كانت عندنا ثقة كدول عربية في آلياتنا العمل العربي المشترك للوصول إلى أمننا واستقرارنا وأمن شعوبنا، فماذا يكون أمامنا؟ من لم يتابع الاجتماع او تفاصيل الاجتماع كان بانتظار البيان الختامي. البيان الختامي طبعا كان يعني طويل وبه كثير من التفصيلات، احنا ممكن هنستعرض كده اجزاء منها. مجلس وزراء الخارجيه العرب يعلن مخاطبه مجلس الامن بالخروقات الايرانيه، وهذا ما كان منتظر الحقيقه. كانت اغلب التوقعات بتشير الى التوجه لمخاطبه مجلس الامن، ودي بتبقى خطوه تصعيديه ولكنها خطوه اولى في التصعيد تجاه دوله بعينها ترعى الارهاب. مجلس جامعة الدول العربية كلف في اجتماعه الطارئ أمس الأحد، هو طبعا الخطاب بيقول اليوم الأحد لأنه صدر بالأمس البيان الختامي، لبحث التهديدات الإيرانية لدول المنطقة المجموعة العربية في نيويورك بمخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن رقم 2231 فيما يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وما ينطوي عليه من طبيعة هجوم من طبيعة هجومية تقود للادعاءات الإيرانية حول طبيعته الدفاعية وما يمثله من تهديد داهم للأمن القومي العربي. كما كلف المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه مساء أمس الأحد برئاسة جيبوتي الرئيس الحالي للمجلس تحت عنوان التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية
المجموعة العربية في نيويورك بمخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح ما قامت به إيران من انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بتزويد الميليشيات الإرهابية في اليمن بالأسلحة، واعتبار إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية تجاه مدينة الرياض بمثابة عدوان من قبل إيران وتهديد للأمن والسلم القومي العربي والدولي، وإبلاغه بضرورة قيام مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين. يمكن طبعا زي ما قلت لحضراتكم البيان طويل، البيان الختامي طويل، وفيه استنكار أيضا لسياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربي، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية. خلونا ناخد هاتفيا للتعليق على البيان الختامي وعلى ما يعني على الاجتماع بصفة عامة السيد أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بالمملكة العربية السعودية. سيد أنور تحياتي يا فندم. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك يا فندم. يعني تابعنا جميعا بالأمس البيان الختامي الذي صدر، تابعنا أيضا كلمات رؤساء وزراء الخارجية العرب. كيف رأيت الاجتماع في مجمله سيد أنور؟ كيف رأيت الكلمات التي يعني حملت في مجملها إدانة واضحة إلى إيران الداعية للإرهاب والممول الرئيسي والمنفذ للعمليات الإرهابية خاصة الأخيرة التي حدثت أو وقعت في السعودية والبحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لهذا البيان يعتبر يعني من تقريبا يعتبر اجتماع ناجح جدا. هذا الاجتماع أسفر عن اتفاق الجميع على كلمة واحدة، وهي طبعا شدد ما تقوم به إيران من التدخل في شؤون الدول العربية، وهذا الأمر جيد جدا. والأمر الثاني، أما بالنسبة لحزب الله فدولتان هما اللتان تحفظت على هذا وصفا لهذا بأنه يعني إرهابي، ولا بأس من ذلك، لأن الحقيقة هذا فيه رد على إيران التي قالت بأنها الآن مسيطرة على 6 دول أو 4 دول عربية. نعم. فهذا أعتقد يعني أنه نص مقالته إيران أعتقد أنه نص مقالته إيران منذ أيام أو تصريحاتها الأخيرة أنه لا يمكن أن يحدث أو تصدر أي قرارات في الدول العربية حضرتك ذكرتها الأربعة إلا بمساندة وموافقة إيران. نعم هذا صحيح، وهذا كلام قالته، ولكن هذا يدل على أن إيران ليست كلامها ليس صحيح، لأن هذه الدول كلها أجمعت على شجب التدخل الإيراني والعدوان والاعتداء الإيراني وغير ذلك. نعم. هذه العملية أيضا تدل على أن هذا الأمر أصبح داع جيد للمجتمع الدولي الذي يرفض الممارسات الإيرانية ودعمها للإرهاب. الأمة العربية أكاد أقول بأن هذه بداية انتفاضة من الأمة العربية للتدخلات الإيرانية فيها، لأن الإيران من تدخلها أضعفت بعض الدول العربية مثل لبنان وغيرها حتى أصبحت ناقصة السيادة، لأن فيها ميليشيات لا تأتمر بأمر الدولة. إذا كان في أي دولة هناك أحزاب أو ميليشيات لا تأتمر بأمر الدولة معناها أن هذه الدولة ناقصة السيادة. فإذا الآن الأمة العربية تعيد بناء نفسها خاص انطلاقا من هذا المؤتمر الذي يعني الذي أسفر عن هذا البيان الختامي الدقيق جدا. كيف رأيت كلمة وزير الخارجية البحريني سيد أنور عندما وصف حزب الله بأنه أكبر ذراع لإيران في المنطقة؟ الحقيقة هو لم يزد شيئا على أن إلا أنه وضح بالضبط أن هذا فعلا أن حزب الله هو الذراع الإيراني في المنطقة، وهو الذي لا يعبث فقط في لبنان بل يعبث في كل الدول العربية، عبث في الكويت وعبث في البحرين وعبث في العراق وعبث في سوريا. فإذا معناها أن حزب الله هذا يشكل هو الذراع السيء بالنسبة لإيران في المنطقة، ولا بد من وقفة أخرى في مواجهة هذا الذراع حتى يعود
إلى حتى يعود هؤلاء إلى حضيرتهم العربية. لدي تحفظ سيد أنور من كل من لبنان والعراق على بعض الفقرات الصادرة عن قرار مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعها الطارئ بالأمس، حيث أن وفد لبنان طبعا كما تعلم أعلن أن موقف بلاده هو الاعتراض على الفقرات الرابعة من القرار التي تنص على استنكار وإدانة التدخلات الإيرانية المستمرة وعلى تأسيس إيران لجماعات إرهابية ممولة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي. وأيضا الوفد العراقي أبدى تحفظه على الفقرة الثامنة من القرار التي تنص على إدانة سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية. كيف رأيت تحفظ لبنان والعراق على بعض الفقرات التي جاءت في الاجتماع؟ تحفظ لبنان والعراق يؤكد على أن هاتين الدولتين لا زالتا يعني تأتمران بأمر إيران، لا زالت إيران تسيطر على صناعة القرار فيهما، وهذا يعني أن هاتان الدولتان ناقصتا السيادة ولا بد أن تعيد بناء سيادتها من جديد حتى تصبح دولة حرة في المجتمع الدولي. والعراق؟ العراق ولبنان كلاهما. كلاهما نعم. الآن يعني ينص البيان الختامي سيد أنور على فكرة تكليف المجلس ب يعني التخاطب مع مجلس رئيس مجلس الأمن لتوضيح ما قامت به إيران من انتهاكات، والبعض يرى انه من انتهاكات طبعا يعني ومخالفتها لقرار انتهاكات لقرار مجلس الامن الارقام 2216 وايضا بعض القرارات الاخرى. البعض يرى انه صحيح هذا تصعيد من وزراء الخارجيه العرب ولكنه اول خطوه في التصعيد. ما هي المرحله المقبله يعني بعد ان يقوم المجلس بارسال هذا البيان لمجلس الامن؟ ما الذي ننتظره وفي حاله رد مجلس الامن يعني ما هي الردود المحتمله من مجلس الامن وكيف تتخيل الخطوه او تتوقع الخطوه القادمه؟ الخطوه الاولى هي ارسال هذا البيان الى مجلس الامن. الخطوه الثانيه ان تقوم احد الدول العربيه او احد الدول غير العربيه بتقديم يعني مشروع الى مجلس الامن بتشديد الضغط على إيران والاحتجاج عليها وتهديدها بما تفعله في المستقبل. ولكني أقول بأن هذا الكلام الذي قالته الدول العربية ليس عملية تصعيد، لأن العملية ليس لا نعتبرها عملية تصعيد وإنما هي عملية تحقيق، لأنه هذا يجب أن يكون ويجب على إيران أن تتوقف عما هي عليه، وإلا فإن المجتمع الدولي سوف يعمل على طبعا على الضغط على ايجاد الضغط على ايران حتى يتغير هذا النظام او يعتدل. اشكرك جزيل الشكر سيد انور ماجد عشقي رئيس مركز الشرق للدراسات السياسيه والاستراتيجيه متحدثا الينا مباشره من المملكه العربيه السعوديه ومعلقا على الاجتماع الطارئ بالأمس لوزراء الخارجية العرب لبحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة بسبب التدخلات التي وصفت بالتدخلات السافرة لإيران في شؤون المنطقة العربية. ويمكن يعني كنت هتكلم على تحفظ العراق ولبنان لكن كانت فرصة طبعا وجود السيد أنور معنا هاتفيا وأبدى رأيه طبعا في تحفظ لبنان والعراق، وهو كما أكد أنه هذا أكبر دليل أنه لبنان والعراق ما زالتا يعني 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 سواء بشكل كلي او يعني بشكل جزئي هناك سيطره او هناك يعني خليني اقول نعم هناك سيطره ربما كما وصفها من ايران على قراراتهما وبالتالي او قراراتهما السياسيه، وبالتالي هذا التحفظ لم يكن غريب. لانه الحقيقه عندي زي ما قلت كده لبنان وفد لبنان اعلن ان موقف بلاده هو الاعتراض على الفقرات الرابعه والفقرة السادسة كمان من القرار المتعلقة بالإشادة بجهود المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي. وعندي كمان دول أعتقد الفقرات الأساسية اللي اعترضوا عليها. بس الوفد اللبناني قال ان احنا بنوافق على باقي البنود الواردة في القرار بالرغم من ملامسة بعضها لقرار النأي بالنفس في الحكومة اللبنانية. موقف لبنان طبعا يعني في منتهى الحساسية والدقة هذه الأيام
مفروض انه اعتقد النهارده الاثنين اعتقد النهارده سعد الحريري رئيس الوزراء الرئيس اللبناني بيعود الى لبنان، وفي غضون ايام اعتقد يمكن ربما غدا يتوجه الى ياتي الى القاهره. كان كاتب تويت الحقيقه سعد الحريري على حسابه على تويتر انه هيكون في زياره قريبه له الى القاهره ولعمل مباحثات حسب ما اتذكر مع صديقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هكذا وصف علاقته او يعني هكذا وصف هذه الزياره الى مصر. يعني نتمنى انه الامور يعني يتم السيطره عليها بشكل يتوافق مع اهداف هذا الاجتماع، وهو فكرة استتباب الأمن مرة أخرى ووقف إيران عند الحد الذي يجب أن تقف عنده بحسب ما جاء في هذا البيان من تدخلات طبعا في وتهديدات للدول العربية. خلينا نروح لمجموعة أخبار أيضا مهمة. الرئيس استقبل أمس الأحد وفد من قيادات الطوائف الإنجيلية من مختلف أنحاء العالم الحقيقة، المشاركين في احتفاليات الكنيسة الإنجيلية المصرية بمرور 500 عام على حركة الإصلاح الديني وتأسيس الطائفة. كان طبعا الحضور يعني في القس الدكتور أندريا زاكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ووجه التهنئة للوفد بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الطائفة الإنجيلية، وأكد الرئيس الحقيقة اعتزاز مصر بأبنائها من أعضاء الطائفة وحرصها على تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين مختلف الأديان والطوائف، إيمانا بأهمية الحوار بين كل شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها. والحقيقة أن الرئيس كمان نوه على حرص مصر على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر. معنا هاتفيا دكتور. طيب، قيادات الطوائف الإنجيلية أعربوا خلال هذا اللقاء عن تقديرهم لمصر في ظل جهودها المتواصلة لإرساء دعائم الاستقرار وقيم الاعتدال في منطقة الشرق الأوسط. النهاردة كمان الرئيس بيزور قبرص ويشارك في قمة ثلاثية ويلقي كلمة بالبرلمان القبرصي. الحقيقة النهاردة الاثنين الرئيس بيبدأ زيارة رسمية إلى قبرص تستمر لمدة يومين، هيشارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. من المقرر أن الرئيس بيعقد لقاء ثنائي مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وكبار المسؤولين القبارصة، هيبحثوا فيها سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة في إطار العلاقات الوثيقة اللي تجمع بين مصر وقبرص. والرئيس المفروض أن الزيارة دي هيقوم فيها بالزيارة هي الأولى من نوعها للبرلمان القبرصي، دي أول زيارة من نوعها للبرلمان القبرصي. هيلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام أعضاء البرلمان القبرصي تتناول تأكيد عمق العلاقات بين البلدين اللي شهدت الحقيقة نمو في السنوات القليلة الماضية. الرئيس بالفعل وصل إلى قبرص وحيقوم أيضا مع الرئيس القبرصي بافتتاح منتدى الأعمال المصري القبرصي اللي بيهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل في الدولتين. بعدها على طول من المقرر أن الرئيس هيشارك غدا الثلاثاء في القمة الخامسة اللي هتجمع بين مصر وقبرص واليونان في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت في القاهرة في نوفمبر 2014 لبحث سبل دعم وتعميق العلاقات بين الدول الثلاث وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهم. نروح إلى خبر آخر. الحقيقة المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية قال أن وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري تلقى اتصال هاتفي بعد ظهر أمس الأحد من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، تناول في هذا الاتصال مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات يعني العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا والتطورات التي تحدث في المنطقة. فيما هو متعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية، طبعا الوزيرين على التليفون استعرضوا النتائج الزيارات المتبادلة اللي حصلت خلال الفترة الأخيرة، كانت يمكن من أبرزها كانت زيارة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري مجلس النواب المصري للولايات المتحدة الأمريكية، والإعداد للزيارة المقبلة لنائب الرئيس الأمريكي لمصر.
وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون أعرب أنه متطلع يعني لزيارة مصر قريبا، والاتصال كمان كان فيه تأكيد حرص الجانبين على توجيه دفعة قوية للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وأن تتم ترجمة ذلك بشكل عملي يعكسه حجم التعاون وحجم المشروعات المشتركة بين البلدين اللي بتحقق مصلحة الشعبين. الحقيقة من النقاط المهمة كمان اللي جت في هذه، طبعا اتكلموا على التوتر الحالي الناجم على الأزمة اللبنانية وتداعياتها، اتكلموا على التدخلات الإيرانية طبعا لزعزعة استقرار عدد من الدول العربية، اتكلموا على الأزمة اليمنية بتداعياتها الأمنية والإنسانية، اتكلموا أيضا على الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالأمس. في بس الحاجة اللي عايزة أقول أشير بيها في هذا اللقاء، في هذا الاتصال الهاتفي، كان الوزيرين كمان اتكلموا على أو تناول في الاتصال أبعاد قرار الإدارة الأمريكية الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. هنا بس عايز أقول حاجة، مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن هو مكتب طبعا بقاله عشرات السنوات بيشتغل هناك. مكتب ده ليه تصريح زي أي مكتب أجنبي بيمارس عمل إعلامي أو صحفي هناك في أي دولة في العالم. المكتب بيطلع له تصريح كل فترة أو كل سنة، ما أعرفش تصريحه يعني سنوي ولا إيه. الولايات المتحدة الأمريكية المرة دي قالت لك مش هنجدد التصريح، وده يمكن عمل شوية قلاقل كده، حتى يمكن في صباح اليوم الباكر على قنوات الإخبارية يعني البان أرب والأجنبية سكاي نيوز وغيرها متكلمين على الموضوع ومحللين ده، إنه حتى صائب عريقات كان ليه تصريح وكان ما معناه يعني إنه مش عايز أقول بيهدد الولايات المتحدة الأمريكية، بس ما معناه إنه كان يعني بيشجب هذا القرار. الترخيص أعتقد ينتهي النهاردة تقريبا، يا النهاردة يا امبارح كان ينتهي، والولايات المتحدة الإدارة الأمريكية بتقول لك لا مش هنجدد الترخيص. طب ليه مش هنجدد الترخيص؟ البيانات أو الكلام بيقول إنه هم عندهم رؤية الإدارة الأمريكية لمنظمة التحرير يعني واخدة جانب سياسي قوي أو متبنية وجهة نظر سياسية أحادية، وإن لازم يكون في حسب ما سمعت يعني لازم يكون في قنوات مفتوحة أكتر في الاتصال المباشر. ده يمكن اللي جاء في التصريحات الأولية. هل هيجدد الترخيص ولا هتظل الأمور عالقة لهذا الشكل؟ بس يعني معروف أنه في الدول دي ما ينفعش أي مكتب إعلامي أو صحفي يعمل ولو ساعة واحدة بدون ترخيص. فهل هيغلق المكتب؟ هل هيباشر عمله؟ هل في ترخيص مؤقت يتم منحه ليه؟ لسه الحقيقة مش عارفين. في كل الأحوال الوزيرين وزيري الخارجية المصري والأمريكي اتكلموا على ده وأكدوا أنه مهم، أو الوزير المصري الحقيقة تحديدا يعني سامح شكري أكد قوي أنه مهم أن احنا نبقي على قنوات الاتصال مفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية من أجل تهيئة المناخ الملائم لإعادة استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هروح لمجموعة أخبار سريعة. امبارح كان في امبارح محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بالطرة، وسطت أمس الأحد نظر جلسة فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية. دي قضية إيه؟ دي قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي المعروفة يمكن بالتخابر مع حماس. وعقب انعقاد الجلسة قدمت النيابة تقرير طبي منسوب لمعهد الأمناء مثبت به أنه تم توقيع الكشف الطبي على المتهم عصام الحداد وتم منحه العلاج اللازم، لكن المتهم محمد مرسي العياط رفض توقيع الكشف الطبي عليه. النيابة العامة كانت أسندت إلى المتهمين طبعا زي ما حضرتكم كنت تابعتوا القضية من أولها تهم تخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغاية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب وتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشف التحقيقات ساعتها كشف التحقيقات نيابة أمن الدولة في هذه القضية أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد كمان مخطط إرهابي كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
التحقيقات كمان كانت أظهرت أن المتهمين في هذه القضية اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء لتنفيذ ما تم تدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا. بمناسبة تركيا، أنا عندي خبر مهم عن تركيا من امبارح عايزة أقوله، وهقوله النهاردة إن شاء الله، يعني هقوله سريعا كده. نروح لمجموعة أخبار بسرعة قوي عشان نلحق. مجلس النواب المصري وافق على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض قيمته 290 مليون يورو، ده من البنك الأوروبي، لشراء 100 جرار سكة حديد. الحقيقة إنه في الوقت اللي وافق فيه مجلس النواب على القرار ده كان في عندي بعض النواب، كان في عندي خلافات خلينا نقول بين بعض النواب البرلمان وبين الحكومة. ليه؟ لأنه ما حدش حضر خالص، يعني لا وزير النقل حضر ولا أي من نوابه حضر، اللي حضر فقط كان مستشار عن الوزير. فبعض النواب اعترضوا، قالوا احنا بنناقش موازنة مهمة وبنناقش رقم كبير وبنناقش حاجة مهمة، فكان المفروض انه الوزير يحضر او على الاقل ما يعني مساعدين لي او مجموعة اكبر تكون حاضرة هذا الاجتماع. دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قال ان كل الدول بتلجأ الى القروض، وانه الدولة صاحبة اكبر اقتصاد في العالم تقدمت هذا العام، أكبر اقتصاد في العالم يعني بيتقدم للحصول على أكبر قرض في العالم أيضا، مشيرا إلى أن القروض هي الدواء المر كما وصفها للاقتصاديات، وأنه القرض ده ما بيكون بحسب يعني ما قال الدكتور علي عبد العال، أنه القرض ده ما بيبقاش منا ولا بيكون عطية من أحد، وأنه مصر تحصل على هذه القروض بشروط ولكنها شروط ميسرة، وأن مصر هي اللي بتحدد هذه الشروط. ده نص ما جاء في كلمة الدكتور علي عبد العال، وقال انه العجز في السكك الحديديه رقمه مخيف، وانه المنظومه بتهدم وتبنى من جديد. يعني احنا مش بنرمم السكك الحديد، احنا بنهدم المنظومه وبنبنيها من اول وجديد، لانه يعني المشاكل فيها الحقيقه فعلا مخيفه، هي بالارقام اللي مطلوبه عشان نصلح المنظومه دي. وقال انه ليس هناك بديل عن التمويل عن طريق هذا القرض، وانه مصر مضطره للجوء للقروض. نروح إلى ما حدث في زيمبابوي، أعتقد أنه يعني الكل تابع الأيام الماضية ما حدث في زيمبابوي. الرئيس الزيمبابوي عنده 93 سنة، يديله الصحة وطولة العمر يا رب، قال لك أنا مش همشي من الحكم إلا لما ورث الحكم لمين بقى؟ مش لابنه، لمراته. فيعني كان في مشكلة طبعا كبيرة هناك، وكان في يعني انقلاب من الجيش الزيمبابوي عليه والشعب طبعا، وكان في مظاهرات واحتجاجات كثيرة جدا. في مصدر مطلع لوكالة رويترز أكد على المحادثات التي دارت بين رئيس زيمبابوي روبرت موغابي وقادة الجيش بشأن بقائه في السلطة. أكد أنه موغابي وافق على التنحي بعد 37 عاما له في السلطة. الحزب الحاكم في زيمبابوي عين نائب الرئيس السابق إيمرسون مننغاوا زعيما جديدا للحزب خلفا للرئيس روبرت موغابي المعزول من قيادة الحزب. موغابي كان عزل نائبه من فترة مننغاوا من أسبوعين، جاء الرئيس الزيمبابوي رئيس زيمبابوي موغابي جاء من أسبوعين عزل النائب بتاعه. لما حصل ده الناس هناك بدأت تقولك أنه دي خطوة، اتقال أنها خطوة تمهيدية عشان يعين مراته جريس موغابي رئيسة للبلاد. وساعتها أول ما حصل ده من أسبوعين طبعا في يعني إقالة النائب بتاعه أثارت سلسلة كبيرة جدا من الأحداث، انتهت في النهاية بالمشهد الذي رأيناه منذ أيام قليلة، تدخل الجيش هناك في زيمبابوي لمنع موغابي اللي عنده 93 سنة من توريث الحكم لزوجته. بعدها بقى راح حصل في عشرات الآلاف من الزيمبابويين يوم السبت الماضي أو الأمس طلعوا في مسيرات كبيرة جدا في العاصمة هراري والمدن الكبرى هناك في زيمبابوي، مطالبين بتنحي موغابي من الرئاسة. قالوا له لا، أنت تتنحى من الرئاسة خالص ومراتك ما تمسكش الحكم كوريثة لها. والمفترض انه يعني الجديد دلوقتي في هذا الملف انه موغابي يوم الحد الجاي عنده اجتماع
مع قيادة الجيش هناك لبحث مستقبله السياسي. رئيس يعني موجابي عنده 93 سنة وطالب أنه يقعد مع قادة الجيش هناك عشان يبحث مستقبله السياسي. ده قرار طبعا الحزب جاء في اجتماع عقد صباح أمس الأحد لتحديد مصير موجابي. ده كان الخبر اللي جاء نقلا عن رويترز، وكالة رويترز. بابا الفاتيكان الحقيقة البابا فرانسيس امبارح كان في صلاة ودعا في هذه الصلاة أمس الأحد، دعا المجتمع الدولي كله، دعا العالم كله، وجه كلمته يمكن للإنسانية إلى العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وخاصة لبنان. والحقيقة البابا فرانسيس يعني اتكلم بصفة عامة ولكن حدد وطلب أكثر تكثيف الدعوات إلى لبنان اللي بيشهد أزمة سياسية منذ إعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة الوزراء يوم 4 نوفمبر الجاري. البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أعلن في صلوات الأحد بالأمس في الفاتيكان، قال نصا يعني: أناشد المجتمع الدولي مجددا بشدة من أجل بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز السلام وخاصة في الشرق الأوسط، وقال أنه عندي دعاء خاص من أجل الشعب اللبناني ونأمل أن يظل رسالة احترام وتعايش للمنطقة والعالم كله. وزير الداخلية الفرنسي، والخبر ده أنا بعتقد أنه محتاجين تفسير ليه وكلام أكبر، لكن ده هيكون لاحقا عشان الوقت. السلطات الفرنسية، وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت منع المسلمين من الصلاة، بس مش من الصلاة في الجوامع ولا في الأماكن المخصصة للصلاة، منع المسلمين من الصلاة في أحد الشوارع بضحية باريس الشمالية. ده اللي أعلنه مساء أمس وزير الداخلية الفرنسي. كان في سلسلة احتجاجات، يعني الفكرة أنه ممنوع اتمنعوا من الصلاة في الشوارع، أنه ما ينفعش تبقى في الشارع ماشي وتلاقي ناس مثلا فرشة جورنال أو حاجة وبتصلي. اللي حصل بس تحديدا، عشان طبعا الموضوع ده حساس جدا، كان في سلسلة احتجاجات، كان في نواب هناك في البرلمان الفرنسي وسكان في المنطقة احتجوا وقالوا انه غير مقبول انه الناس تستخدم الاماكن العامة للصلاة. فجاء وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم قال خلال، كان في برنامج سياسي اذاعي هناك معروف عندهم في فرنسا، وهو في الحوار قال: لن يقيموا الصلوات في الشارع، سنمنع الصلاة في الشارع. ده تحديدا اللي قاله. اعتقد المذيع سأله قال له: يعني ماذا عن احتجاجات من ان المسلمين يؤدوا الصلاة في الشارع؟ قال: مش هيبقى فيه صلوات في الشوارع وحنمنع الصلاة في الشارع. من مارس الماضي المسلمين الحقيقة بيصلوا صلاة الجمعة في الشارع في كليشي، احتجاجا على اغلاق مصلى كان داخل مبنى تملكه الحكومة اتحول فيما بعد الى مكتبة، فما بقوش عارفين يدخلوا يصلوا فيه. المسلمين في فرنسا بيتهموا السلطات ان هم مش موفرين ليهم ارض مناسبة لبناء مسجد جديد، فيما اقر وزير الداخلية بالحاجة الى ايجاد حل بديل، وقال فعلا يجب ان يكون لدى المسلمين مكان للصلاة. وقال في التصريح ايضا: سنحرص على ايجاد حل لهذا النزاع في الاسابيع القليلة المقبلة. طبعا كان في جمعية إسلامية محلية أعلنت أنها تنوي إقامة الصلاة في وسط المدينة الجمعة المقبل، وفي حوالي 100 نائب في البرلمان الفرنسي حاولوا في 10 نوفمبر يمنعوا المسلمين من إقامة الصلاة في شارع من شوارع شمال باريس، وحاولوا التشويش على المصلين. يعني هم ماشيين كده لقوا المسلمين واقفين بيصلوا، قعدوا يشوشوا عليهم، غنوا النشيد الوطني الفرنسي بصوت عالي، قعدوا يدندنوه بصوت عالي، فيعني بيحاولوا يعني يشوشوا عليهم في الصلاة. أردوغان بقى، الخبر اللي عايز أقوله من امبارح، وده آخر خبر عشان معايا 3 تقارير مهمة. خبر والله غريب جدا يعني، ويعني حقيقي ما لهمش حق الناتو الصراحة يعملوا كده. حضراتكم عارفين الناتو اللي هو طبعا الحلف الشمال الأطلسي بيبقى عنده تدريبات معينة، ففي التدريب بيبقى فيه بوردز كده أو لوحات بينشنوا عليها التصويب، زي تصويب الرماية كده مثلا، زي احنا عندنا يعني الدارتس مثلا، تيجي تلعب دارت تنشن السهم على اللوحة مثلا. يعني حاجة غريبة جدا، كان من كام يوم في تدريب من تدريبات الناتو حلف شمال الأطلسي، وصوبوا يعني صوبوا العمل الرماية أو النشان، جابوها في لوحة. اللوحة بقى كان مرسوم عليها إيه أو محطوط عليها إيه، لوحة الرماية أو التنشين دي تصويب، كان عليها صورة أردوغان واسم مصطفى كمال أتاتورك، لو أنا مش غلطانة، صورة مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك والرئيس رجب طيب أردوغان. ف
فطبعا الخبر وصل، دي كانت في لوحات التدريب على الرماية، فالخبر وصل طبعا لأردوغان فانزعج جدا وقال التصرف ده تصرف مسيء ولا يمكن العفو عنه بهذه السهولة، وطلع في خطاب تلفزيوني كده وقال انتوا شفتوا التصرف المسيء في مناورات الناتو، في أخطاء لا يرتكبها الأحمق وإنما يفعلها المنحط من الناس فقط. ده تعقيبه على نصا يعني على اللي حصل، وقال إنه المسألة دي مش ممكن التغاضي عنها بمجرد اعتذار. وبعدين تركيا بقى بعدها على طول يعني لما زعل من ده طبعا أعلنت إنه هتسحب 40 من جنودها اللي كانوا في مركز تدريب الناتو في النرويج بعد هذه الحادثة، حادثة لوحة التدريب على الرماية. الناتو طلع والحكومة النرويجية الحقيقة طلع اعتذار عن الحادثة دي، ووزير الدفاع النرويجي فرانك يانسن أعرب عن أسفه لما وقع في هذه الحادثة، لكن الناتو لم يذكر تفاصيل ما حدث، ما تكلمش في الموضوع، اكتفى بس ان هو قال ان في إساءة حدثت في مركز التدريب بس. وكالة أنباء الأناضول أوردت انه صورة أتاتورك وضعت هدفا للجنود في التدريب على الرماية، وأردوغان كمان كانت صورته موجودة على التدريب عشان الجنود تنشن على صورته، وأردوغان يعني كمان قال يعني دون تفصيل انه اسمه وصورة أتاتورك استعمل في التدريبات على انها اهداف عدوة. ما هو حضرتك لما بتنشن على حاجة بيبقى الحاجة اللي قدامك دي مفترض ان هي العدو، فيعني هو بيقول يعني هو ده غير ان هو اهانة لينا، هو احنا اعتبرنا هدف يعني عدو دلوقتي لحزب الناتو عشان الجنود ينشنوا علينا ولا لا؟ ورفض الاعتذار، هو الناتو طلعوا اعتذار والنرويج هو رفض الاعتذار ده، ما اعرفش يمكن دي طلبات تانية او حاجة، الموضوع كان قاسي جدا، غلط الحقيقة الصراحة يعني. الواحد يقول كلمة حق، غلط اللي حصل ده الصراحة يعني، ليه حق الراجل يزعل. طيب عندنا تقارير سريعة جدا هنروحها لأنها تقارير مهمة جدا. بالأمس الحقيقة انطلقت فعاليات مؤتمر الأزهر الشريف للإعلان عن تفاصيل زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى مخيمات مسلمي الروهينجا للاجئين في بنجلاديش خلال شهر نوفمبر الحالي. بارح كنا اتكلمنا ربما عن هذه الزيارة ودينا بعض المعلومات والتفاصيل عنها. المؤتمر ده عقده فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف والدكتور علي النعيمي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين. تابع معا جزء من هذا المؤتمر. فضيلة الإمام تبنى الحوار ودعا كل الأطراف إلى القاهرة هنا، وكان هناك حوار على باعتبار الجولة الأولى، وكان هناك اتفاق على جولة أخرى نقوم بها في ميانمار، لكن للأسف الشديد الأزمة هذه اللي تسبب فيها بعض المتطرفين هي اللي أدت إلى أن لا يمكن نحاور وأشقائنا يقتلون ويذبحون، ولذلك الموقف الآن ليس موقف حوار إنما موقف إغاثة هؤلاء ثم دعمهم لإعادتهم إلى وطنهم والتأكيد على أن لهم حقوق المواطنة ويجب منحهم حقوقهم كاملة. الناس موجودة هناك لبحث ماذا يحتاجون إليه من إمكانات ليتم تدبيرها فيما بعد. اختتمت فعاليات المهرجان الدولي للتمور اللي اقيم في واحد سيوة. احنا عارفين طبعا انه سيوة يعني ربما اكتر مكان في مصر بينتج التمور وبجودة عالية جدا. كان هذا المهرجان في الفترة من 15 ل 18 نوفمبر كان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع جائزة خليفة الدولية للتمر يعني بدولة الإمارات وطبعا محافظة مطروح. نشاهد المزيد في هذا التقرير الذي أعده وقدمه لنا زميلنا عمرو موسى.
بمشاركة واسعة لعدد كبير من دول عربية وأجنبية. شهد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ختام المهرجان الدولي الثالث للتمور تحت رعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي وذلك بواحة سيوة. كون إن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نجحنا مع جائزة خليفة إن احنا نعمل هذا المؤتمر للدورة الثالثة على التوالي، ده يؤكد إن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نجحنا جدا في تحقيق الهدف من هذا المهرجان. لما بتعمل أي مهرجان على مستوى العالم، المهرجان بيبقى له هدف. هدفه إيه؟ إن أنت تعمل سبوت على المكان، تعمل سبوت على المكان. وده اللي حققه مهرجان التمور جائزة الخليفة، إن يكون في واحد سيوة ويرتكز على واحد سيوة كل عام، فهو إدى سيوة عدة مميزات. على هامش المهرجان افتتح محافظ مطروح أحد المصانع الأهلية لإنتاج التمور بتكلفة تقارب 3 ملايين جنيه وبطاقة إجمالية تبلغ 3000 طن سنويا. المصنع طبعا حاليا بيشتغل طبعا إنتاجية حوالي من 2500 إلى 3000 طن. طبعا بتكون على مدار الموسم، إنتاج الموسم البلح بنبدأ الموسم في شهر أكتوبر حوالي 45 يوم، نبدأ ناخد المحاصيل من السادة المزارعين وبنبدأ احنا نستقبله في ثلاجات تبريد بحيث نقدر ان احنا نتعامل مع البلح بعد كده بطريقه صحيه، ان احنا نبدا نعمل تصنيع والباكينج بتاع البلح طول السنه بتاعتنا. احنا والله فيها ترويج سياحي واستثمارات على مستوى العالم، في وحضرتك شايف كل المهرجان كل سنه اكبر من سنه، كل سنه اكثر من سنه. شوف نسبه التصدير السنه اللي فاتت كانت كام والسنه دي كانت كام والقادم اكثر ان شاء الله تعالى. العلاقه بين مصر والسودان لاننا اخوه ونستفيد من خبرات اخواننا المصريين ونديهم خبراتنا نحن كسودانيين، وبالتالي تتكامل المسألة كلها في إطار دعم صناعة التمور وإنتاج التمور بالوطن العربي، وبصدد أنه يكون التمر هو الغذاء للعالم يستورد من مصر والسودان إن شاء الله. مشاركتنا كان بالبروشورات تؤدي إلى إنشاء الجمعية وأهداف الجمعية وإيش الدور اللي تقوم فيها الجمعية وعدد الأعضاء الموجودين في الجمعية، كان هدف من وجودنا هنا. وطبعا نحن نمثل أيضا جائزة الشيخ خليفة لأنه هو يرأس سمو الشيخ نهيان بن مبارك، هو رئيس الجائزة هنا ورئيس أيضا جمعية أصدقاء النخيل في دولة الإمارات. أنا مشارك في معرض سيوة الثالث لعرض منتجاتنا الليبية في هذا المعرض، لعرض هذه المنتجات اللي اطلع عليها اطلعوا عليها الشركات والناس اللي عايزة تصدر هذه التمور أو تستورد من ليبيا. نحن استفدنا الكثير وكثير في هذا المعرض، شفنا حاجات يعني جديدة وطرق عرض في هذا المعرض، شفنا منتجات سيوة ومصر بصفة عامة، منتجات دول أخرى مثل السودان ودول المجاورين، يعني استفدنا استفادة كبيرة من هذا المعرض. إقامة هذا المهرجان الدولي بواحة سيوة للعام الثالث جذب الانتباه والاهتمام للواحة من مختلف دول العالم لترويج منتجات التمور بها وإقامة العديد من الاستثمارات لصالح أبناء الواحة. عمرو موسى، صباح دريم. خليني أقول لحضراتكم قبل ما أقدم التقرير التالي والأخير قبل ما نبدأ فقرتنا على طول، هذا القرار العاجل أو الخبر العاجل الذي جاء إلينا منذ لحظات، قرار جمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كهيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية. مقر الشركة أو الهيئة سيكون في القاهرة وإنشاء فروع لها في المحافظات. إذن ده كان قرار جمهوري وخبر عاجل صدر منذ قليل، إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كهيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية، مقرها القاهرة وإنشاء فروع لها في المحافظات. أنا بعتقد أن هذه الأكاديمية هي إحدى التوصيات التي جاءت في منتدى شباب العالم، ربما كان في الأيام الماضية بيتم دراسة طبعا إنشائها وكل بقى اللوجيستكس المتعلقة بها، وحتى صدر هذا القرار الجمهوري صباح اليوم. مؤخرا بقى في جمعيات الحقيقة ومؤسسات ومبادرات كتير قوي بتطلع بأشكال مختلفة لتشجيع السياحة،
يمكن كان من ضمنها كايرو اي تي ام اللي بينشطوا السياحة، بيبقى في تعاون ما بين العديد من شركات السياحة والعاملين الخبراء في مجال السياحة، بيجتمعوا في زي معرض سنوي ربما، أعتقد أن بقاله فترة بيعقد. السنة دي كان ده جزء يمكن من هذا المعرض، معرض كايرو اي تي ام، والسنة دي الحقيقة كان في شكل مختلف شوية لأنه كمان كان في تكريم لبعض رموز الفن والشخصيات الإعلامية في هذا المعرض. هنشوف يعني جزء تقرير من هذا المعرض، لكن يعني أنا كنت سعيدة جدا الحقيقة أن أتلقى اتصال هاتفي من القائمين على هذا المعرض كايرو اي تي ام، الدكتور محمد جودة المنسق العام للمعرض بلغني فيه الحقيقة يومها، كان يوم الأربعاء اللي فات، بلغني أنه يعني في تكريم لشخصي كإعلامية ارتقوا، يعني هم أنه الحمد لله ربنا يعني بيقدر الواحد انه يقدم طول الوقت. صعب قوي انك تتكلم على نفسك في تكريم، بس يعني انا بشكرهم جدا الحقيقه على هذا التكريم، وانا الحقيقه يومها يعني تعذر ذهابي لاستلام التكريم، درع التكريم، وزميلتي العزيزه مراسله صباح دريم مريهان يوسف تسلمت التكريم بالنيابه عني. احنا هنشوف مع بعض هذا التقرير، لكن انا الحقيقه سواء التقدير أو التكريم بيجي كشخص ليا أو باسم البرنامج، الحقيقة أنه مفيش حد، أنا دايما عندي يقين بده، وده مش كلام بتقوله يعني علشان تثبت أنك أنت إنسان ذو خلق أو كده، لكن مفيش حد في العالم بيشتغل لوحده، مفيش حد في العالم يستطيع أن يصنع النجاح بمفرده، تستطيع أن تحاول وتجتهد طول الوقت ولكن لن تصل إلى النجاح في النهاية إلا بمساعدة الكل. الحقيقة أنه هذا التكريم أنا من قلبي بهديه لإدارة قناة دريم، من قلبي بهديه إلى دكتور محمد خضر رئيس قناة دريم، لكل العاملين في الإدارة، من قلبي بهديه لأسرة صباح دريم أجمل أسرة في الدنيا، لفريق الإعداد برئاسة زميلي العزيز وأخويا الأستاذ أحمد صقر رئيس التحرير، زميلنا الصحفي العزيز، وكل زمايلي الحقيقة، بروديوسر صباح دريم سارة محي، مخرج صباح دريم كامل شاهين، كل زمايلي اللي امام الكاميرا واللي خلف الكاميرات، كل زمايلي في الاخراج والبرودكشن والمصورين، بشكركم جزيل الشكر، واتمنى يا رب، زميلتي طبعا مها موسى اللي بتقدم حلقات الويك اند، يا رب ان شاء الله يكون دايما صباح دريم في تقدم مبهر. وفي حاجه بس يمكن مش هلاقي فرصه تانية ان انا اقولها، انا احيانا وده كتير بيحصل، مش احيانا، بتسال سؤال بقيت بتساله كتير قوي مؤخرا، امتى بقى هتطلعي على البرامج المسائيه؟ امتى بقى هنشوفك في المسائي؟ امتى هتبقي 9 بالليل بقى مش الصبح؟ عايز اقول حاجه بالنسبه لي، وده كلام اشهد الله عليه، بالنسبه لي صباح دريم ما هوش سلمه، ما بعتبروش سلمه علشان انتقل الى مرحله اعلى وهي الخروج الى البرامج المسائيه. بالنسبه لي وده شيء انا في يقيني ومؤمنه بيه جدا، ويمكن عشان كده أنا كل يوم الصبح باجي صباح دريم، باجي بحس إن أنا طالعة بخاطب ملايين المشاهدين، وببقى عايزة أقدم كل حلقة أحسن من أي حلقة تانية قبلها، لأنه ما بعتبرش إن البرنامج ده خطوة عشان أبقى أطلع البرامج المسائية. البرامج الصباحية وبرنامج صباح دريم هو منظومة في حد ذاتها، هو وسيلة، هو الشاشة اللي بتطلعنا لملايين. صباح دريم مش بقاله بس سنتين، برنامج بقاله سنوات طويلة قوي، انطلق من قناة دريم ونجح وأصبح أو عمل لنفسه بصمة وعلامة كبيرة من ساعة ما طلع، أعتقد من 2006 يمكن 2007، كنا يمكن في السنتين الأخيرة من يناير 2016 لما انضميت للبرنامج ومعايا زملاء جداد انضموا للبرنامج، وكان في شكل جديد اختارته إدارة القناة لصباح دريم أنه يكون فقراته خدمية أكثر ويكون أكثر قربا للمواطن المصري، فده الحمد لله ده شيء جميل جدا. لكن صباح دريم هو في حد ذاته هدف، ما هواش بالنسبة لي سلمة بحاول أعدي بيه عشان أوصل لبرامج تانية، وبعدين أنا بصحى بدري وبنام بدري، فبالنسبة لي يعني بالليل صعب شوية، خلينا في الصباحي، ربنا يبارك لنا فيه يا رب. وأكبر شكر الحقيقة نوجهه طبعا الشكر والتقدير والعرفان لجمهور صباح دريم، مكالماتكم ورسائلكم حتى على الفيسبوك ومتابعتكم لينا هي أكبر شرف لينا، يا رب دايما يمنحنا القوة إن احنا نقدم كل ما هو أفضل وكل ما يليق باسم قناة دريم وبمشاهدي قناة دريم وبقيمة المواطن المصري والعربي. نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع على طول نتكلم على أسعار ملابس الشتاء عشان بقت غالية قوي اليومين دول.
انطلقت فعاليات معرض كايرو آي تي إم لأول مرة بالقاهرة، وهو تجربة شبابية مصرية لدعم وتنشيط السياحة المصرية داخل وخارج مصر. احنا النهاردة بنقول من هنا من القاهرة أول معرض لتنشيط السياحة، بس الأفكار شبابية، فكروا خارج الصندوق. خلوني قبل ما رحب لحضراتكم للمرة الثانية أشكر كل فريق العمل وأشكر مستر أحمد الشركة الراعية لهذا المعرض. خلينا نقول ان احنا النهارده هنبدا تكريمات لبعض الرموز اللي شرفونا النهارده، وهنوجه رساله من هنا من القاهره ان احنا ما نقلش عن المانيا وعن فرنسا وعن انجلترا اللي كل سنه هي بتاخد المبادره، وانتم كعارضين مصريين بتطلعوا بره عشان تعرضوا منتجاتكم. طب ما من باب اولى الدوله تبص على العارضين اللي في مصر، تبص على شركات السياحه اللي في مصر. ورسالتي لكل العارضين كل الشركات السياحية، لابد من تدريب الناس اللي شغالة في القطاع السياحي في الفترة اللي جاية، لأن هم دول اللي هيسوقوا. خلينا نطلع خطوة للأمام، وإن شاء الله مصر هتكون أجمل مينا ومصر هتكون أحسن مينا في الفترة اللي جاية. حضر المعرض عدد من أصحاب الشركات السياحية ونجوم الفن ورموز الإعلام والشخصيات العامة أيضاً. وعلى هامش المعرض تم تكريم عدد من نجوم الفن ورموز الإعلام، من ضمنهم الإعلامية منة فاروق مقدمة برنامج صباح دريم، ويتسلم عنها الأستاذة ميهان يوسف. طبعا في البداية أنا بشكر زميلتي الإعلامية المتميزة الأستاذة منة فاروق، اللي هي كانت دايما في برنامج صباح دريم دايما بيناقشوا كل القضايا اللي بتهم الشباب. يمكن كان الايفنت ده بيحصل في كل دول العالم، اخر حاجه كان السنه اللي فاتت في المانيا. النهارده كان في شركه AID برئاسه فريد حشيش المنظم العام لهذا المعرض. يمكن كان الفتره اللي فاتت احنا بنعاني شويه في قطاع السياحه، كان النهارده في فكره شبابيه كانت فكره محترمه جدا، ان هم بداوا يجمعوا شركات السياحه في مصر ويبدا يحصل كونتاكت ما بين كل الشركات علشان نبدا احنا نسوق منتجنا اللي هو المنتج الخاص بالسياحه. انا كنت طالب في كليه سياحه وفنادق جامعه حلوان، وهي الكليه الحكوميه الوحيده في السياحه والفنادق. يعني اشتغلت على تنظيم المعرض، ان احنا انا كانت دي دراستي، يعني انا بدرس دراسات سياحيه، اشتغلنا ان احنا ازاي ننمي السياحه بتاعه مصر وازاي ان احنا نقدر نطلع بيها شويه. فانا ركزت ان في معارض بتتعمل في مختلف دول العالم هي معارض سياحيه، فابتدينا ان انا جات لي فكره ان نبدا نعمل معرض سياحه زي اللي بيتعمل بره ومصر بتشارك فيه، بس نعمله عندنا هنا في مصر والدول هي اللي تبدا تشارك فيه. فنص المشوار ابتدى ان احنا عملناه هنا والناس شاركت فيه، فاضل الدول الاجنبيه اللي تيجي تشارك فيه ان شاء الله. اتعود أغلب المصريين مع اقتراب المواسم على أنهم ينزلوا الأسواق يشتروا لبس الشتاء أو الصيف، فقررنا أننا ننزل الشارع ونسألهم عن الأسعار، وكانت إجابات بعضهم صادمة. تعالوا نشوف قالوا إيه. إحنا عندنا الأسعار النهاردة بقت زادت أوفر شوية، يعني الحاجات كنا بنجيبها مثلا بأسعار، النهاردة السنة دي جبناها بأسعار أعلى شوية. حتى الشركات لما بتيجي تاخد مننا عرض بقت دلوقتي السعر عالي. بالنسبة للخامات طبعا كده كده الخامات بتاعتنا كمحلاتنا احنا كلها الأسعار معقولة جدا، سعر مصنع ما بيزيدش. يعني بالنسبة بقى الخامات، الخامات زادت طبيعي، يعني زادت من السنة اللي فاتت واللي قبلها عشان الحالة الاقتصادية طبعا مش مستقرة خالص يعني في البلد. يعني الأسعار غالية جدا وما فيش إجبان زي الأول، ما فيش إجبان نهائي، يعني طول اليوم بنبقى عايزين المحل مفتوح، ما يمكن ما تطلعش حتتين ثلاثة قطعتين ثلاثة. الأسعار من بعد 200 أو 250 ل 600 و700، طبعا حاجة غالية على الناس، الناس ما معهاش، بيجوا يقيسوا ويعملوا وكده ويقيسوا الحاجة ويتفرجوا عليها ويسيبوها ويمشوا. الأسعار عالية طبعا غير كل سنة، السنة دي الأسعار في زيادة، مش في السنة بس، في كل شهر حاجات بتعلى، كل شهر المصنع بيغلى عليك، أنت مش هتغلى على الزبون، لو ما غلتش على الزبون مش هتلاقي تاكل، فعشان كده احنا بنعلى على الزبون. الحاجات الاقتصاديه اللي في البلد معليه سعر الخامات،
فلما انا بجيب الخامات غاليه فبضطر غصب عني ان انا ايه اعلي، والزبون حاطط دماغه ان الراجل صاحب المكان او المحل اللي شغال ده هو اللي بيعلي عليه. لكن هي القصه كلها ايه؟ الظروف الاقتصاديه وتعويم جنيه ومش عارف ايه اعلى الخامات علينا، فغصب عني ان انا ايه الحاجات غليت والنقل غلي والحاجه غليت فالبضاعه غليت. ولا اشتري عشان خاطر الاسعار زادت وكل حاجه. انا كان عندي بنطلونين ثلاثه من السنه اللي فاتوا فخلاص يعني قربوا يهلكوا. جيت انزل اجيب بنطلونين اقل حاجه البنطلون عامل 300 جنيه من السنه اللي فاتت، يعني مثلا 200 يبقى في 100 جنيه فرق. انا كنت عايز اجيب بنطلونين ثلاثه، فدلوقتي مش هجيب ولا اجيب جواكت، هقضي بلبس السنه اللي فاتت. الاسعار بترتفع من المنبع اللي بنجيب منه. اشتريت والاسعار غاليه، كل سنه بتغلى عن السنه اللي قبل منها، وفي شباب كتير جدا ما بتعرفش تشتري قصه الشتاء عشان خاطر غلو الاسعار. يعني بنطلون يقف له 500 جنيه غالي جدا، بوكلت ما يعني ما يخش برده في 400 500. في واحد مثلا ما قدرش يجيب الحاجات ده، واحد مش مقدر خالص يجيب اللي مش معاه 300 جنيه يجيب له تيشرت يعمل ايه هو؟ بدايه من 200 جنيه كده وانت طالع يعني. ده في المحلات الهاديه البسيطه، لكن المحلات الصعبه مثلا 500 وانت طالع بقى. انا لسه ما اشتريتش لبس شتاء ان الاسعار غلت قوي قوي قوي، وكنت مستني عيد ميلادي عشان يجيني تيشرتين من بره. قول لي انت اشتريت لبس الشتاء السنه دي ولا لسه؟ اكيد طبعا. اشتريت بكام؟ يعني في حدود كده 2500 2700، يعني في الرينج ده. ده اسعار كلها غاليه يعني، حتى لو الناس فرشه في الشارع اسعارها غاليه، محلات نار يعني الناس عارفش مين والله بجد. اشتريناه بس طبعا السنه دي اكيد في ارتفاع عن السنه اللي فاتت، يعني على اقل الضعف. لا ما افتكرش ان احنا هنشتري اصلا السنه دي. اشتريت لبس الشتاء النهارده للبيبي ولا لا؟ لا طبعا، لا الاسعار عاليه قوي. يعني المرتب بتاع جوزي قليل، يعتبر تجيب له طقم واحد بس. لا هو ممكن ليا طقم والابن طقم ده يجازي معايا، لكن اكتر من كده لا مش هشتري. لا طبعا الشتاء غالي. بصي كده خش السوق وشوفي قد ايه الاسعار غاليه جدا جدا. سعر اللبس مش قادرين نشتري بصراحه من كتر الغلو، واللي معاه خمسه سته تعبنا. 400 500 طقم واحد لعيل، تجيب التيشيرت مش عارفه تجيب البنطلون. اهلا بحضراتكم من جديد. كل حاجه اسعارها غاليه، طبعا كل حاجه اسعارها غاليه، والزيادات حاصله من بعد تعويم سعر الصرف بشكل كبير جدا، لكن الملابس الشتوي نازله بشكل يعني مبالغ فيه، الاسعار عاليه جدا. حضراتكم سمعتوا طبعا من الساده المواطنين، وسمعتوا الشباب اللي بيقول لك لا طبعا انزل اشتري ايه، انا هطلع اللي كان عندي الشتاء اللي فات او اللي قبله ده اللي هستعمله، مش هشتري جديد. على الناحية التانية بقى، عشان خلاص احنا عارفين ان احنا في مشكلة، هنحاول طبعا نفهم اسباب الزيادات العالية دي ايه. في ناس بتقولك ان المستورد من الملابس سعره ضرب 200%، اسعاره زادت 200%، المحلي طبعا برضو 50 و60%. هنتكلم في ده وهنعرف الاسعار ايه، لكن خلونا بقى نشوف الحل ايه، يعني نقدر نقضي الشتاء ده ان شاء الله يعني ازاي. والاب والام اللي عندهم مشكلة زي ما كنت بقول في البداية، بيبقى عايز ينزل يشتري كسوة الشتاء لولاده، يعني اصل الصيف تتقضى لانه قميص كده حاجه خفيفه مش مشكله، بس الشتاء ده اللبس الجديد فيه بيبان اكتر. محلات الملابس او بعض يعني محلات ومحلات الملابس حاولت تتعامل مع الازمه بانها طرحت سلسله من العروض، كانت بتحاول ان هي تكسر حاله الركود اللي في الاسواق، لدرجه انه بعض التجار كان بيقول لك اخسر مش مشكله، بس او بلاش اكسب بلاش اخسر، بلاش اكسب ابيع بسعر التكلفه لكن ما تبقاش البضاعه راكده عندي كده، ما هو هتترحل للشتاء الجاي بيبقى في موضه جديده نزلت، انا كده ما كسبتش حاجه. فاعتبروا انه عدم الربح افضل من انعدام الشراء تماما. حتى برضو مع الاوفرز دي برضو الدنيا كانت بطيئه جدا. معانا مبادره محترمه جدا الحقيقه لمواجهه ولو جزء من الازمه دي، مساعده المواطن البسيط انه يشتري احتياجاته واحتياجات اسرته من ملابس الشتاء بالتقسيط. المبادرة دي بتتبناها غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية، هنتكلم عنها وعن تفاصيلها من صاحب هذه المبادرة، ضيفنا الكريم اللي منورنا في صباح دريم الأستاذ محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم، منورنا في صباح دريم. الله يخليك. اسمح لي الأول أسألك عن هذه المبادرة، ناخد فكرة كده سريعة عنها عشان نترك المجال للمواطن وهو بيسمعنا يقيم هل يشجع المبادرة دي ولا بالنسبة له هتشكل عبء. وحضرتك طبعا انت عملت شرح
للموقف بشكل عام كويس جدا وللمبادرة كمان. لكن هي القضية الرئيسية زي ما حضرتك قلتي في مقدمتك للحديث ان احنا عندنا مشكلة رئيسية ان اسعار الملابس زادت بشكل كبير جدا خلال هذا الموسم وخصوصا المواسم موسم الشتاء. احنا لازم نفهم الاول ايه المستهلك، ايه سبب الزيادة، وتاني حاجة نقوله ليه الملابس الشتوي دايما بتكون اغلى من ملابس الصيفي. سبب الزيادة كلنا نعلم ان تحرير سعر الصرف اثر بشكل كبير جدا على سعر مدخلاتنا اللي داخله في هذه الصناعة. صناعة الملابس الجاهزة بتقوم في البداية على صناعة الجزل والنسيج والسباجة والتجهيز ومستلزمات الانتاج بعد كده اللي بتخليني اقدر اطلع بالمنتج اللي بقدمه للمستهلك. انا كنت بشتري حاجة حضرتك 8-10 دولار، كان ال10 دولار بتساوي معايا 100 او 120 جنيه، للأسف الشديد بعد تحرير سعر الصرف بقت ب18 جنيه سعر الدولار فبقت 180 جنيه. يعني حصل زيادة في سعر مدخلات الصناعة لا يقل عن 60%. طيب مكسب التاجر هو هو؟ مكسب التاجر هو هو. يعني الفرق ده مش ربح زيادة التاجر حقه؟ لا 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 خالص، بالعكس ده هو حضرتك انت مدخلاتك بتاعة الصناعة زادت 60% كمواد خام، بالإضافة أن أنت في ارتفاع في سعر الكهرباء، ارتفاع في سعر المية، ارتفاع في سعر الجاز، العمالة العمالة طبعا بالتبعية المواد الغذائية ارتفعت، فالراجل العامل ده عايز يعيش فأنا مضطر أزوده، فزاد برضو من 50-75% في الأجور. كل ده أثر بشكل مباشر على ارتفاع سعر المنتج. المستورد طبعا زاد 100% نتيجة ان كان الدولار بتسعة جنيه بقى ب18 جنيه. جمارك بتتحط على الحاجات الحساب. المستورد زادت ل200%؟ طبعا اكتر من 200% كمان. ايه؟ يعني ليه في مستورد زاد 100% وليه في مستورد زاد 200%؟ لا لا انا بقولها ليه كل مستورد زاد 200%. كل المستورد نتيجة ارتفاع تحرير نتيجة تحرير سعر الصرف. بالنسبة للمحلي احنا زدنا من 50-60%. برضو كتير. بس دي حاجة خارجة عن الإرادة. أستاذ محمد على أنه المواطن دخله ما زادش 50-60%؟ لا يعني أنا عايز أقول زي ما أنا بحكي لحضرتك كده، أنا العمالة اللي موجودة عندي في صناعة الملابس الجاهزة وده رقم ضخم كبير جدا اشتغل في هذه الصناعة تقريبا. اسمح لي بس من بدون قطع كلام حضرتك بس أشير إلى الصورة اللي احنا بنشوفها على الهواء الآن، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبرص، وصول عبد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى قبرص الان، اعتقد في استقباله الرئيس القبرصي، وزي ما يعني قلنا في بدايه الاخبار هيكون في اجتماعات ولقاءات ثنائيه بينهم، ويكون في غدا ايضا لقاء ثلاثي بين الرؤساء رؤساء مصر قبرص واليونان. اتفضلي. الحاجه الثانيه اللي عايزين ننوه عليها، ليه الملابس الشتوي اغلى من الملابس الصيفي؟ احنا بنشتغل في الملابس الصيفي عاده وزن المتر المربع 150 جرام، ما بنيجي في الشتاء بنستخدم أقمشة وزن المتر المربع فيها بحد أدنى 300 جرام ل400 جرام، فبناء عليها بتستهلك ضعف الخامات اللي ممكن يستهلكها المنتج الصيفي. فعشان كده دايما بتلاقي الحاجة الشتوي تمنها أغلى بكتير شوية من الحاجة الصيفي. احنا هنا شرحنا الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار، ونبتدي نقول احنا فكرنا ازاي في المبادرة بتاعتنا عشان احنا جزء من هذا الشعب واحنا بنحس بيه وهو بيحس بيه، واحنا مجموعة من الحلقات بنكمل بعض سواء الصناعة او التجارة او المستهلك. اذا انقطعت حلقة من هذه الحلقات سقطت المنظومة بالكامل، وده مش في صالح حد. انت النهاردة حضرتك المستهلك غير قادر ان هو يشتري زي ما كان بيشتري الاول، فقدامه عدة حلول، يا ما يشتريش خالص، يا اما لو كان بيشتري 3 قطع زي ما احنا سمعنا في التقرير يبتدي يشتري قطعه او 2 يقلل الاستهلاك على قدر الامكان، لان هو على حسب قدرته الماليه وامكانياته يبتدي يفكر. في الوقت كمان ان الاسر اللي مكونه من 3-4 و5 افراد دي عندها مشكله رئيسيه ان هو عايز يعني يشتري للاسره بتاعته وهو عاجز ان هو يشتري لانه مش هيقدر يحط رقم 5000 جنيه مثلا مره واحده. بالظبط، ده اقل حاجه لو هو هينزل يشتري ليه ولزوجته والولدين ولا ولد وبنت ولا حاجه. فهو ده احنا عشان كده فكرنا بشكل عملي شويه. احنا من مصلحتنا ان المستهلك يبقى راضي، من مصلحتنا ان التاجر يبيع، من مصلحتنا ان المصانع تفضل دايره، عشان كل ما المصانع بتبقى دايره بتبقى فرص العمل متاحه. لو انقطعت حجم الدوران ده معنى كده ان احنا هنفتقد لفرص عمل
اللي هي الدولة كلها بتشتغل النهاردة على ان هي لازم تخلق فرص عمل للشباب اللي طالع وللناس اللي موجودة. فعشان كده فكرنا في هذه المبادرة وقلنا والله احنا ممكن نشوف لو التاجر وافق معانا والمصنع وافق معانا ان هو يساهم بشكل او باخر ان احنا نقدم هذه الخدمة للمستهلك وفي نفس الوقت احنا مستفيدين كتاجر وكمصنع. بشرط ان انا هبيع الملابس بالتقسيط بس انا مش عايز احمل المستهلك قيمة الفايدة اللي هيدفعها على التقسيط للبنك اللي هيبقى وسيط بيننا وبين الاتنين. مين اللي هيتحمل الفايدة؟ اللي هيتحمل هذه الفايدة التاجر والمصنع منصفة. طيب واحدة واحدة بقى كده، يعني انا ناخد مثل بسيط كده، البلوزة اللي 200 جنيه تمام هتقف على المستهلك ب 200 جنيه حتى لما يقسطها؟ ايوه مش 210 ولا 220. لا لا 200 جنيه لو انا بدفع 10% فانا بتحمل 5% كمصنع. انا كمين كمصنع كمصنع والتاجر هيتحمل 5% من ربحه مقابل ان انا ادي هذه الخدمه للمستهلك من غير ما احط عليه عيب. طب والبنك مش هيساعد؟ لا ما انا بقول لحضرتك البنك هو اللي هياخد الفايده بس مش هيساعد بحاجه البنك. لا 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 مش هيساعد. طب يعني البنوك ليه البنوك ما تساعدش ليه؟ احنا في ازمه يا جماعه. ما نزلتش يا صقر اشتريت الشتوي يا صقر وشفت الاسعار عامله ازاي؟ انا الصقر بيقول لي البنوك ما تساعدش في حاجه زي كده. البنوك تاخد بس لازم تساعد. هي البنوك المفروض انها تساعد بشكل زي كده. هو في مبادره بتاعت السيد الرئيس ان هو بيدعم الصناعه ب 5% في الكروب بتاعتها، في حين الفايده العاديه اللي موجوده في البنك المركزي لكل البنوك للاقراض بتصل ل 19.75%. صحيح. يعني 20% زائد على رصيد مدين زائد كذا زائد كذا. وفي الفايده الثابته ما انا بقول حاجه هتبقى حوالي 22%. فلو انا بقسط على 6 شهور معنى كده ان هو هيحملني 11%. طيب سؤال تاني معلش، الا نستطيع مخاطبه البنوك حتى تقوم على الاقل بتقليل سعر الفايده يعني بدل 10% لو نزلتها شويه؟ ما هي طبعا احنا ليه؟ لانه في النهايه برضو حضرتك يا فندم كمصنع وهو كتاجر برضو انتوا في النهايه مواطنين، انتوا برضو عندكم التزامات وعندكم تكاليف بتصرفوا منها. فانا قصدي بس يعني لو هنفكر لمصلحه المواطن هو مش فارق معاه الفايده تزيد او تقل، انتوا اللي شايلينها. احنا اللي شايلين بالظبط. لكن انا بقى بتكلم ان يبقى للصالح العام يبقى فيه مساعده. هو طبعا المفروض يكون في تعاون بين كل حد له علاقه بهذا الموضوع من اول لاخر. فنتمنى ان البنوك، احنا طبعا احنا شغالين في مناقشات ومناوشات ودراسات معاهم عشان نسعف بسرعه ونلحق قبل اول الشهر ان شاء الله نكون نفذنا المبادره بتاعتنا. واحنا المفروض احنا خلال يعني يوم او اثنين او ثلاثة بكتير نكون وصلنا لصيغ مناسبة لينا وللبنك وللمستهلك ونمضي العقود بتاعتنا ونبتدي نعلم مبادرتنا عشان ننفذها على ارض الواقع. نتمنى زي ما قد ايه تقريبا المدة الزمنية؟ لا لا يعني احنا اول الشهر المفروض نكون بننفذ المبادرة ان شاء الله. اول ديسمبر باذن الله. اول ديسمبر. طيب كم بنك معانا في المبادرة دي؟ لغايه دلوقتي 3 واحنا بنتمنى ان نوسع الدائرة شوية. مين البنوك اللي لغايه دلوقتي؟ البنوك اللي لغايه دلوقتي اللي احنا اتكلمنا معاها وبنخلص معاها الموضوعات بنك الاهلي، بنك مصر، بنك القاهرة. لكن انت عارفة حضرتك ان في كروت كتير قوي بتطلع من بعض البنوك التجارية. احنا بنتمنى ان هم برضو يشاركونا في هذه المبادره. يعني زي السي اي بي عامل كارت التجزئه، ده كارت كويس جدا بيدي للناس ان هو يقدر يشتري من خلاله مثلا بمبلغ 28000 15000 10000 على حسب، وكل تقريبا الكروت دي هم مطلعينها بالضمان الشخصي. فاتمنى ان هي يعمموا اكتر هذه الكروت على مجموعه من طبقات الشعب المتوسطه وتحت المتوسطه على اساس ان انا اوفر لهم الفرصة ان هو يستفيد من هذه المبادرة. لان انا مش عامل المبادرة دي للمقتدر. لا انا عامل المبادرة دي للاكثر احتياجا. فحتى برضو بره البنوك اللي معهوش كريدت كارت احنا عايزين نشوف آلية بشكل او باخر. كان في مقترح برضو ان احنا بنك ناصر الاجتماعي يبتدي يشاركنا، هو عنده عائلات كتير جدا بتتعامل مع البنك. صحيح. بتاخد منه من الطبقات الاكثر احتياجا ربما. ايوه. فانا اتمنى برضو ان بنك ناصر لو شاركنا في هذه المبادره بحيث ان هم يديهم كوبونات او حاجه وهو يحصل منهم بالاسلوب اللي بيعرف يتعامل بيه مع هذه الطبقات. فانا ما عنديش اي مشكله، انا هاخد الكوبون واحصله من بنك ناصر وبرضو لو هو ليه فايده يتفضل ياخدها. انا ما عنديش مشكله. احنا نتمنى ان المبادره دي تخدم كافه طبقات الشعب. احنا بنكلم بعض الجمعيات الاهليه في مناطق الناس ما تعرفش فيها يعني ايه كارت ائتمان، ما تعرفش يعني ايه بنك ناصر، ما تعرفش يعني ايه اي حاجه من الحاجات دي. فاحنا النهارده بنناقش بعض الجمعيات الاهليه
اللي موجودة في هذه المناطق إذا هي اللي ليها علاقة بالمجموع أو بالسكان هذه المنطقة، هم اللي بيتعرفوا يتعاملوا معاهم، هم اللي بيدوهم مساعدات، هم اللي ممكن يحصلوا منهم الفلوس. فبرضو أنا ما عنديش أي مشكلة أن الجمعيات دي بتقدم لنا ضمانة للبنوك أن هي تاخد تديهم كوبونات ويشتروا بيها زي ما هم عايزين. أنا أعتقد الموضوع يبقى أدى الغرض منه. وإحنا ليه عملناها لغاية 6 شهور؟ إن الأسرة المصرية بتشتري، إحنا عندنا 2 موسم، موسم صيف وموسم شتاء. فعلى دخلة الصيف بينزلوا يشتروا شوية احتياجاته، وعلى دخلة الشتاء يجيب احتياجاته، ويبقى قسم ال 10,000 جنيه اللي هيشتري بيهم الموسمين أو ال 12,000 جنيه، بدل ما يدفعهم 6 و6 مرة واحدة هيدفعهم 1000 جنيه كل شهر. ويبقى إحنا زللنا الموضوع. وفي نفس الوقت أنا بقول إحنا يعني إحنا مش بنقدم ده ان احنا بنمن على حد او ان احنا، لا بالعكس، ده هم احنا بنطلب منهم، هم لما كمان يستخدموا هذا النظام هم هيساعدوا المصانع المصرية وهيساعدوا الصناعة المصرية وهيساعدوا التاجر المصري. وفي الحالة دي يعني حلقات الاقتصاد هترتبط وهتدور، وبناء عليه احنا هنقدر نخلق مجموعة جدا كبيرة من فرص العمل. إذا كان القطاع ده النهاردة قطاع الملابس الجاهزة بيشتغل فيه 1.5 مليون عامل عمالة مباشرة، فأنا إن شاء الله بالوضعية اللي احنا بنتكلم فيها دي، إن احنا بنروج لصناعتنا الوطنية، بنعمل مستوى جودة أعلى في صناعتنا الوطنية، بنقدم كل الكلام ده، معنى كده إن أنا قادر كمان إن أنا ضخ 500,000 فرصة عمل. وده اللي الدولة بتتمنى النهاردة، انها بتشجعنا في كافة الظروف، بتقف جنبنا، بتساعدنا سواء في التصدير او بتساعدنا او في المنتج المحلي، سواء وزارة الصناعة متمثلة، اتحاد الصناعات المصرية، مجلس الوزراء، يعني كل القرارات والقوانين اللي بتصدر النهاردة الحمد لله هي بتشجع في المقام الاول الصناعة في مصر، عشان ده انا هتكلم طبعا. انا خلال حديثنا لازم هنتكلم على الصناعه في مصر، ونعرف احنا الازمات اللي عندنا فين وواقفين فين، ومحتاجين ان الدوله لتشجيعها وتشجيع يعني الصناعه دي. لكن خليني في المبادره برضو عشان عايزه اخد اكبر عدد قدر ممكن من المعلومات من حضرتك. حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، ان احنا دلوقتي حضراتكم يعني بتبحثوا عن اليه التعامل مع المواطنين للتقسيط، يعني عشان تشملهم هذه المبادره للي ما لهمش حسابات ولا كريدت كاردز في البنوك. مظبوط. وانا هنا يمكن على طول جه على بالي فكره او مبدا الشمول المالي اللي الدوله في توجه بقى لها فتره بتتكلم عنه، انه واحده واحده اقلل الاستخدام النقدي ويبقى الاستخدام عندي مفيش كاش بقدر ما يبقى فيه تعامل ميكاني. مظبوط. الكتروني. وده يمكن برضو يدخل فيه لو في مبادره زي كده. انا عندي هنا كذا سؤال لحضرتك. الاجراءات هتبقى ازاي بالظبط؟ يعني النهارده ان شاء الله على اول ديسمبر لو حضراتكم كده اعلنتوا انه اتمام الصفقات والاتفاقات مع بنوك مصر القاهره والبنك الاهلي، لغايه ما ان شاء الله يكون في ضم لبنوك اخرى مثلا وبنك مصر وكده ان شاء الله. السؤال، الاجراءات هتتعمل ازاي بالظبط؟ ولما نفتح الباب للمواطنين اللي ما عندهمش حسابات في البنوك، ازاي ممكن الاليه دي اللي بتدوروا عليها تفكروا انه نقدر نيسرها للمواطن علشان يقدر يشتري الحاجه بدون تقسيط، ونشجعه تشجيع من حضراتكم كمان لمبدا الشمول المالي. انا بشجعك، انت مش فارق معك خالص يبقى لك حساب في البنك، انا بقى بشجعك بقول لك افتح حساب في البنك وانت تقدر تشتري ملابس الشتاء بالتقسيط. مظبوط. حضرتك طبعا بالنسبه لتنفيذ المبادره الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. احنا متكلمين مع مجموعه كبيره جدا من المحلات واستطلعنا رايهم على مستوى الجمهوريه في كافة المحافظات، والناس أبدت تعاون كبير جدا وأبدوا أن هم يتحملوا مع المصانع سعر الفايدة. ودي كل الموضوع أن كل محل هيشارك معنا في هذه المبادرة هيكون عنده ستيكر موجود على باب محله بيقول أن دي مبادرة بيع الملابس بالتقسيط بين غرفة صناعة ملابس والبنك الفلاني وكذا وكذا وكذا. وبناء عليه أنت حضرتك بتخشي من خلال الكريدت كارت بتاعك بتشتري وبتسحبي، شكرا، انت كده المبلغ اتقسط على حضرتك على زي ما انت عايزه. هو طبعا غالبا المبادره احنا عايزين نعمله على 6 شهور. تمام. يبقى يتقسط اوتوماتيك على 6 شهور، ويتش ميك سنس الصراحه، يعني، يعني منطقي، مره صيف ومره شتاء. منطقي جدا الموضوع كده، مش محتاج منك اي اجراء طالما انت عندك الكارت، كارت الائتمان. تمام. اللي ما عندوش كارت الائتمان زي ما قلت لحضرتك احنا دلوقتي بندرس بقى مجموعه من الاليات احنا عايزين نحققها بشكل او باخر. انا يمكن دلوقتي حضرني ان اللي معهوش كارت ائتمان حتى وعايز يشتري، انا سهل ان انا احاول اعوضه اذا كان هو هيدفع نقدا، هحاول اعوضه بنسبه خصم
معينة وهو بيشتري المنتج ده على أساس أنه هو ما عندوش القدرة أنه هو يستخدم أو ما عندوش كارت ائتمان ممكن يستخدمه، فممكن أعوضه بخصم نقدي تسهل له شوية برضو الموضوع وتبقى يعني الأمور ماشية لغاية لما نوصل لإليه. بس عايز أقول لحركة على حاجة، ده كده هتخلي لو عملت خصم نقدي فوري انت كده حركة هتخلي حتى اللي عنده كارت ائتمان وعنده حساب في البنوك هيبقى عايز الخصم النقدي. والله ما فيش مشكلة، احنا انت عارف بس احنا كده يا فندم ما حققناش. احنا قلنا دلوقتي ان المبادرة، انا بتكلم مع حركة اني عنصر من المبادرة دي اصلا معجبة بالفكرة جدا الصراحة. مزبوط. احنا بس قلنا ان الهدف من المبادرة، في كذا هدف من المبادرة، تيسير على المواطن، تشجيع حركة الاسواق حتى لا تركد البضائع والمنتجات. مزبوط. وايضا زي ما انا بقول لحضرتك يمكن كمان انا شايفاها ان فيها تحقيق للشمول المالي ومساعدة الدولة في تحقيق هذا الهدف الأكبر. يعني لو حضرتك أتحت التعامل النقدي بخصم حتى المقتدر اللي عنده كريدت كارد أو حساب ائتماني في البنك هقول لك لا طبعا أخذ الخصم وما بقاش عليا دين كل شهر واخلص بقى أدفع المبلغ مرة واحدة. يعني هي احنا بقول ده مقترح دلوقتي اللي بنفكر فيه، احنا بقول ليه اللي معهوش كريدت كارد؟ يعني طبعا انا مش هقول للعميل انت معاك ولا معاكش. يعني البياع في المحل هيعرف ازاي في النهايه؟ شوفي حضرتك احنا بنفكر، وإذا كان السادة المشاهدين أي حد عنده آلية نساعد بها الناس الأكثر احتياجا صح. يتفضل يساعدنا صح. إذا كان حضرتك هم من خلال اتصالهم بحضرتك بكرة أو بعده يقولوا لنا آليات، إذا كان في جهات تقدر تساعدنا في هذا الموضوع يتفضلوا، إذا كان في جمعيات هي أساسا بتعمل مساعدات للسكان الأحياء اللي عندها يتفضل يجي لي وأنا أديله نسبة خصم كبيرة على المنتجات اللي هو بيشتريها ويقدر يستفيد من هذا إن هو بيوزعها وهو بيدفع هذه الفلوس. ليكو أكسسبيليتي أو يعني ليكو أكسس على أسواق شكلها إيه يا فندم؟ لا كل الأسواق يا فندم، يعني الأسواق. البراند طبعا أنت عارف البراند ده كله مستورد. طيب المحلات اللي يعني كل محلات الناس اللي احنا جموع المصريين بيشتري منها، انت وسط البلد والمهندسين ومصر الجديده والمناطق الشعبيه، البوتيكات، الحاجات اللي في المناطق الشعبيه كل ده ليكوا اكسس كل عليك. الناس ده احنا عملنا حضرتك استطلاع على تقريبا حوالي 300-400 محل في مناطق متفرقه على مستوى الجمهوريه، كلهم ايدوا الفكره، وكل الناس ايدت الفكره، لانهم صعبان علينا البضاعه مركونه، كل الناس عايزه تشتغل. ما انا بقول لحضرتك يعني نمره واحد، انا عايز اشتغل، او الاولويه الاولى ان انا عايز اساعد كمان مع الدوله. يعني الدوله النهارده عماله تعمل اصلاحات اقتصاديه، الاصلاحات الاقتصاديه دي زي ما هي ليها تاثير ايجابي هيجي بعد سنه او اتنين او تلاته واحنا كلنا فاهمين هذا الكلام، فبس مأثرة تاثير سلبي على الطبقات الاكثر احتياجا. طب انا كمان دوري كمواطن جوه المجتمع في مسؤوليه اجتماعيه، صحيح مسؤوليتنا احنا عندنا اتحاد الصناعات بالكامل بكل غرفه بيشتغل على المسؤوليه الاجتماعيه دي، بنشتغل باوجه متعدده على المسؤوليه الاجتماعيه، صحيح. من ضمن هذه المسؤوليات ان انا ايسر البيع بسعر منافس بجوده عاليه. هل قبل ما اخد اتصالات بقى من الساده المواطنين بيتكلموا نسمع ارائهم ايه، هل هيبقى في اجبار من حضراتكم على المحلات بقبول الفكره؟ لا ولا مفيش اجبار، مفيش اجبار خالص. انا بعرض عليك الفكره والله، عايز تقسط للناس وتستفيد وتبيع بضاعتك، حط البادجي واشتغل معانا. هيبقى بس بس طيب. اكتر من كده استاذ خالد القاهره اتفضل يا فندم. طبعا خير يا فندم، صباح النور اتفضل. يعني انا اول مره في حياتي اعمل مداخله على برنامج، لكن استفزني جدا العنوان بتاع ضد مع او ضد مبادره البيع الملابس الشتويه بالتقسيط. احنا وصلنا للمرحله دي خلاص؟ ما هو احنا عندنا ازمه اقتصاديه يا فندم، هل معترفين بيها ولا مش معترفين بيها؟ اتفضل يا فندم. لا اتفضل حضرتك، انا بقول احنا عندنا ازمه اقتصاديه، هل معترفين بيها وبنتعامل معاها ومع هذا الواقع وبنحاول ندور على افكار خارج الصندوق عشان نساعد بعض كمواطنين وكاجهزه دوله مختلفه، ولا هيبقى عندنا حاله دينايل انكار ونقول لا ما عندناش ازمه وعيب ان انا اقول كده انت مع ولا ضد؟ عندنا ازمه طبعا ولازم كلنا نقف جنب الازمه بتاعتنا، بس مش بالشكل ده. هو حضرتك النهارده لما يحصل ان البيع الملابس يبقى بالتقسيط زي ما حضرتك بتقول، هنا هو بقى القسط ده، انا افترض مثلا جاكيت دوت ب 1000 جنيه تمام، هل هيتباع ب 1000 جنيه القسط دوت؟ هيبقى 1000 جنيه ولا هيبقى 1100 او 1000؟ حضرتك ما سمعتناش من الاول يا فندم بقى، شفت بقى ليه يا فندم؟ احنا من الاول وضحنا الموضوع ده، انا ضربت مثال قلت لو انا عندي بلوزه ب 200 جنيه المواطن هياخدها في النهايه ب 200 جنيه ولا اكتر والوظيفي رد، بس عشان خاطر حضرتك اول مره تعمل اتصال انا بصراحه يعني فانا هطلب من ضيف الكريم يعيد. مش عاجبني طيب، حضرتك ضد المبادره يعني او ضد الفكره؟
انا عايز بس ضد الفكره طبعا مع حق جدا يعني رد. اي حد حقه مع او ضد الفكره طبعا ده طبعا. احنا يعني بنتكلم بس انا نفسي يشرح ليه ضد الفكره انا لو لا لو معانا يا استاذ خالد انا عايز افهمه حاجه معانا على مرحله ان احنا نشتري لبسنا بالقسط طيب حضرتك مش عايز تعمل دي وجهه نظر متواضعه يعني لا دي وجهه نظر محترمه ربنا يخليك افرض في مواطن تاني قال لك الله يفتح عليك او النبي انا كده بدل ما اضطر انزل ادفع 2000 3000 جنيه عشان كسوه الشتاء للعيال انتوا هتخلوني اقسطها على 6 شهور افرض هو ممكن يستفيد من المبادره يعني حضرتك انا مش ضد ان في ناس ممكن تستفيد انا مع حضرتك بس انا يصعب علينا احنا كمصريين كمواطنين ان احنا نوصل ان احنا نشتري هدومنا بالقسط لا اكتر ولا اقل البديل ايه يا فندم من وجهه نظر حضرتك ايه البديل كجمعيات وغرف صناعة ملابس ومجتمع مدني البديل ايه؟ انا لو اقول لحضرتك بديل لو انا راجل يعني عندي فكرة عن الغرفة التجارية ما اعتقدش ان انا رأيي هيكون زي الاستاذ اللي قاعد مع حضرتك هو اللي يفيدنا مش انا اللي افيد متخصصين. انا ما اعرفش لكن لازم اسمع منه رأي طيب. يريح الناس او مش عارف ربنا يسهلها علينا والله انا انا بشكرك جدا وده مش يعني راي حضرتك يحترم جدا يعني احنا عشان كده بنطرح السؤال هل حضرتك مع ولا ضد فكره او مبادره ان احنا نشتري ملابس الشتاء بالتقسيط على فكره الازمات الاقتصاديه مش عيب وعلى فكره لا يهين من كرامه الفرد هو مين فينا مش ما عندوش اقساط يعني يعني حضرتك يمكن عشان الفكره جديده فقد تبدو انا مش بدافع عن الفكره برضو بس قد تبدو بالنسبه لنا فكره غريبه لانه اعتدنا ان احنا نقسط بس طب احنا بنقسط العربيه وبنقسط ثمن البيت وبنقسط ثمن الفيلا وبنقسط ثمن الارض اللي بنشتريها والموبايل بيتقسط والاجهزه المنزليه وبعدين انا بقى بس الحته هو الاستاذ خالد واخدها من ناحيه كرامه الشعب المصري صحيح اولا اللي بيعمل ده اللي بيقدم ده مصري واللي بيستفيد منه مصري نمره واحد نمره اثنين محدش علينا يعني خالص بالعكس احنا مننا لبعض بنحاول نساعد بعض بالزبط. الحاجه المهمه جدا اللي انا عايز اقولها ان كل العالم فيه نفس الكلام ده احنا مش بنخترع اليه كنت حاصل حضرتك بره في ده طبعا في الكلام ده عادي جدا يعني اديني امثله مثلا يعني حضرتك انت بتطلبي من البنك بتاعك انه يقسط لك الكريدت كارت بتاعي ده مدفوعاتي اللي انا اسحبها الشهر ده قسطها لي على 6 شهور فانت بتروحي تسحبي عادي جدا وهو بيقسط بس هناك سعر الفايده قليل جدا فعشان كده الموضوع كام تقريبا هناك اعتقد 1.5% وفي 4% و5% ده في السنه انت بتتكلمي فايده الدولار 1.5% في دول اوروبا وفي بعض الدول الفايده صفر لكن زي الفكره ألمانيا. دي المانيا فيها صفر في الفايده صفر لكن الفكره دي قائمه في دول اوروبيه طبعا حضرتك بتقسطي زي ما انت عايزه ما عندكيش اي نوع من المشاكل بس احنا هنا الاليات اللي موجوده في البنوك والاليات اللي موجوده لدى المستهلك العادي احنا لسه ثقافتنا ما وصلتش للمرحله ان احنا نقدر نفهم الحاجات اللي فيها شويه تعقيد طيب اسمح لي اخد استاذه هدى يا هدى اتفضلي ايوه اتفضلي بيقطع انا سامعاكي بس والنبي اطلب منك طلب يا استاذه هدى ايوه حبيبتي معلش اطفي التلفزيون خالص والنبي اسمعيني من التليفون بس ولا اطفي السلام عليكم طب اطفي الاول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه لا اطفي حاضر اوكي طب يا حبيبتي اوكي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي بقول لحضرتك انا عندي موضوعين عاوزه اتكلم فيهم اتفضلي اول واحد بالنسبه للمبادره دي طبعا جميله جدا وحلوه قوي بالنسبه ان كل الناس حتى امكانياتهم متوسطه هيقدروا يشتروا اللي هم عاوزينه تمام الموضوع الثاني بالنسبه للمزارع السمكيه الصراحه مشروع جميل وعظيم جدا مشروع ايه ثاني معلش يا هدى المزارع السمكيه زي غليون بركه غليون وكده قصدك تمام قصدك زي بركه غليون يعني ولا ايه انا ايوه ماشي ماشي دلوقتي لازم الناس كلها يتعمل رحلات علشان تروح تتفرج على المشروع الجميل ده كله الله. لان في ناس بتشكك بالنسبه للصور يقولوا لك مصورينها من الحته الفلانيه فيا ريت المشروع الزيارات دي انا اول واحده عاوزه اعمل زيارة ايوه قولي كده بقى انت عايزه الفكره عشان تطلعي انت الرحله دي بقى قولي كده
وماله ما وما ترجعيش بيدك فاضيه بقى 2 كيلو بولتي على كيلو جمبري كده برضو يعني. لا والله لا والله المشروع دوت جميل جدا جدا جدا، يا ريت تسمحوا بزياراته. اول واحده انا عاوزه فتحت الموضوع اهو. حاضر والله العظيم فكره جميله، وانت ست جميله والله، ونتمنى ده، ونتمنى ان يبقى الدعوه والفكره اللي جت من احدى مشاهدات صباح دريم الكريمات اللي بتقولها أجهزة الدولة المعنية اللي ليها علاقة بمشروع بركة غليون، نتمنى تنظيم رحلات هناك سواء على صعيد الأندية، المدارس، الجامعات، الطلبة والشباب وأعضاء النوادي يروحوا هناك ونعمل لهم الزيارات دي والرحلات دي، يشوفوا بعينيهم هناك المصنع والهايجين والناس بتشتغل إزاي، ويشموا كده ريحة السمك والجمبري. مين معانا؟ فؤاد اتفضل. أيوه اتفضل يا فندم. دلوقتي انا عايز ندخل مقابله بخصوص المبادره دي. هو المبادره دي اما انا اقول دي بالتقسيط، وقبل كده قلتوا الاحذيه بالتقسيط، طب دخل المواطن الثابت ده هيقسط قد ايه؟ هتفرطوا الناس اكتر. حضرتك شايف ان المبادره دي تخلي المواطن يستهلك ويتورط اكتر؟ هيتورط اكتر. لان هو دخله ثابت. انت هو بيقولها قدام يعني، انا بستغرب مواطن دخله ثابت وبالتالي هو كده هيقعد يستهلك ويشتري اكتر، وفي النهايه ممكن وبعدين هتبقى ازمه. انا ما اما هيبقى مش قادر يثبت هيبدا يخش في مشاكل جنائيه. طبعا وجهه نظر محترمه جدا يا استاذ فؤاد، انا بشكرك عليها. اشرف شرم الشيخ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا هتكلم في موضوعين بعد اذن حضرتك فعجاله. اتفضل. بالنسبه للمبادره اللي حضرتك بتتكلمي فيها، هي مبادره كويسه. قصه ان الناس لو اتعمل تخفيض للملابس يبقى الناس هتسيب الكروس. احنا ممكن الجمعيات الاهليه تعمل ايصال للناس اللي عندها، لان الجمعيات الاهليه في الارياف معظمها، فاللي هيروح بالايصال دوت يتعمل ليه الخصم، يبقى احنا حلينا قصه الكارثه. انا ما فهمتش، معلش انا اسف، انا ما فهمتش يا استاذ اشرف. الجامعات الاهليه ايوه تعمل ايه؟ هي اللي تتعامل مع المواطن اللي هو معهوش كارت. تمام. تتعامل بين، تبقى هي الوسيط بين المواطن وال كوبون يشتريه. تمام بالظبط كده. تمام، يبقى حلينا ان انا معايا كارت يبقى ما اخدش حاجه مخفضه. تمام تمام. النقطه الثانيه، انا عندي النقطه الثانيه، احنا في 1500 اسره في شرم الشيخ، المفروض ان احنا في منطقه عشوائيه، وصدر لنا احكام حبس امبارح، واحنا دلوقتي اللي بيطلع من البيت وبيتحبس ولاده بيطردوا من البيت وبيتهد البيت. احنا بنناشد الرئيس السيسي يتدخل، يظهر ان كل حاجه في البلد دلوقتي لازم الرئيس بنفسه يتدخل فيها. طيب طيب سيب رقمك لو سمحت يا استاذ اشرف، ما تقفلش التليفون، لا احنا هنتواصل معاك نفهم بس ايه الموضوع ده. حضرتك بتقول ان احنا بنتكلم على 2500 اسره، انا سمعت الرقم صح، 1500 اسره. طيب من فضلك سيب رقمك يا استاذ اشرف لو سمحت، وما تقفلش التليفون. انا دلوقتي عندي مع وضد، وعندي انا سعيده بحاله الحوار دي، يعني الناس اللي بتشرح بتقول ليه. عايزه بس ارجع للاستاذ فؤاد اللي شايف انه قلقان انه المبادره دي تخلي الناس عينيها اكتر على الاستهلاك والسحب، فتبص في النهايه تلاقي ان عندها مشاكل قد تصل الى القضاء. نطمن الناس ازاي؟ نطمن الناس، بس احنا عايزين نقول حتتين مهمين جدا. نمره واحد، ان المفروض ان المواطن يبقى عنده من الوعي ان هو ما بيشتريش غير احتياجاته الاساسيه. فانا النهارده قدرتي ان انا بنزل اجيب حاجه ليا وحاجه لزوجتي وحاجه لاولادي، الكلام ده هيبقى في حدود 5000 جنيه. لو انا عشان ادفع ال 5000 جنيه حته واحده كده وانا معيش ال 5000 جنيه، فبتبقى مؤلمه بالنسبه له جدا. يا اما بيحضر نفسه قبل بدايه الموسم انه بيعمل جمعيه او بيعمل كذا او بيحوش عشان في النهايه يبقى معاه الخمسه دول عشان ينزل يشتري بيه. انا كل الموضوع ان انا رحلت الموضوع، هو مش المفروض يشتري باكتر من احتياجاته الاساسيه اللي هو عامل حسابه عليه. فالنهارده هو بينزل يشتري، بس بدل ما كان بيقعد يحوشهم 6 شهور قبل، فهو دلوقتي هيدفعهم 6 شهور بعد. مفيش حاجه بتتحوش يا فندم صدقني، يعني اي حاجه بتتحوش، في مليون حاجه بتفتح بقها عايزه مصاريف. ما خلينا برضو العربيه، جهاز كهرباء في البيت، اي حاجه. ما احنا بنتكلم كلام مظبوط، ان النهارده في احتياجات اساسيه لاي اسره في الدنيا، زي ما قلنا المسكن والماكل والملبس.
دول أساسيين في أي أسرة في الدنيا. ما حدش هيقدر يعيش من غير ملابس، وما حدش هيقدر يعيش من غير ما يأكل، وما حدش يقدر يعيش في مش في بيت. فبناء عليه هو بيقسم احتياجاته طبقا للوضع الفعلي ده اللي احنا عايشين فيه. فهو هيشتري هيشتري، بس أنا بخفف عليه حمل الشراء. احنا بنقول ايه، هو كمان لازم يبقى منظم، لازم يبقى عارف هو محتاج ايه فيجيبه بالظبط، لازم يبقى عارف ان هو هيدفع الفلوس دي على 6 شهور، وينظم حياته او ينظم مدفوعاته دي في الفتره اللي جايه. انا محتاج كام لهنا ومحتاج كام لهنا ومحتاج كام لهنا. لكن حته ان انا معايا كريدت كارد، طب ما كل الناس معاها كريدت كارد، هو بينزل برضو بيشتري اللي هو عايزه بالكريدت كارد، وزي ما اللي يحصل يحصل. لكن لا، احنا ما بنقولش كده، بالعكس، هو اللي معاه الكريدت كارد المفروض انه عنده وعي، عارف بيستخدمه في ايه، عارف يستخدمه امتى، عارف انه هو سحبت من الائتمان بتاعي ده 5000 جنيه، ولو سحبت تاني كمان 5 وكمان 5 خلصت الائتمان بتاعي، فمش هيبقى عندي فرصه ان انا استخدم الكارت بتاعي. يعني هي زي ما احنا قلنا ثقافه استهلاك. احنا عايزين نثقف ثقافه استهلاك المستهلك. ان انا زي ما حضرتك بتقول احتياجاتي الاولويه ايه، بس يعني ما انزلش اشتري طقم موبايلات اغير موبايل وانا الموبايل اللي في ايدي ده شغال. وفي ناس تقول لك حتى لما اغيرش موبايل طول ما هو بيقول الو يعني ما غيروش، تقولوا لي بقى اصل في الابديت نزل، اصل في طالما الموبايل بيقول الو. دي رفاهيه، دي بالظبط. فانا ما اعملش ده وابقى سايبه حاجه مهمه. اللبس يعني مش رفاهيه، اللبس مش رفاهيه خالص، اللبس مش رفاهيه. فلذلك والحقيقه كمان فكره ان الام والاب، انا كنت بقول ده، دي حته يمكن انسانيه شويه برضو، عايزين نشوف ولادهم لابسين حلو قدامهم. يعني ما بقاش انا كام كده حاسه ان انا ابني البلوزه اللي عليه ولا البلوفر اللي عليه ده اللي بقاله 3 سنتين بيلبسه مثلا، يعني حتى ممكن يبقى داق عليه وعماله بلبسه له لانه مش قادر انزل اشتري له بلوفر جديد. لا لا، وخلينا خلينا متفقين، الست المصريه مدبره. صحيح. يعني ايه مدبره؟ يعني الست المصريه عندها ولا حاجه حاجه الكبير تديها للصغير، تحافظ عليها وتغسلها وتكويها وتشيلها. لا، احيانا في العيله بيعملوا كده مع بعض، وده طبيعي، وده طبيعي جدا، ده مش عيب، ما يعيبش حد. لا طبعا، يعني الحاجه ذات هي قيمتها كويسه وغاليه ونوعها كويس وعايشه. طب وانا هرميها ليه؟ اول حد الادنى لو انا عندي قدره اشتري غيرها جديد، ما انا بديها لحد محتاج. يعني لازم الثقافه دي تكون عندنا كمان. وده يمكن الجمعيات بقى، المجتمع المدني، الجمعيات الاهليه اللي بقى لها يعني سنوات. انا ما ارميش، الست المصريه ما ترميش حاجه، بالعكس. كل حاجه عندها اللي مش نافعه ابنها النهارده ممكن تنفع حد تاني في المجتمع هو محتاجها. طيب، هاخد مجموعه اتصالات تانية، وبرده في نقطه كان اثرها المتصل الكريم استاذ اشرف من شرم الشيخ عن موضوع الجمعيات الاهليه، اسمع برده رد حضرتك فيها. بس اخد استاذ محمد من القاهره. اتفضل يا فندم. الو، اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم، حضرتك على الهوا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي، انا صاحب محل. تمام. اولا انا بايد المبادره. ماشي. انا صاحب محل. الو، اتفضل يا فندم، سامعينك بس، ونبي وطي التلفزيون من فضلك او اطفيه. وعلى فكره انا بطبق المبادره ديت من محل في المحل من 2 سنين. ببيع فعلا بالقسط بسعر الكاش. المشكله اللي بتواجهني كمحل الضمانات. الضمانات لسه كنت هقول لك، بتاخد ضمانات ازاي بالظبط كده؟ يعني انا ما باخدش ضمانات، لان مجرد ان باخد صوره بطاقه وباخد بيانات العنوان والتليفون، فما عنديش ضمان. ما بتمضيش العميل على اي ورقه او حاجه؟ لا، ما بمضيش العميل على اي حاجه. نفس الوقت حتى لو مضيت العميل على كمبيالات او كده، وهنرجع للتقاضي، هتبقى مساله صعبه جدا. يعني علشان اخد حقوق المحل هيبقى عن طريق التقاضي. صحيح. المبادره، هل المبادره هتضمن لي سداد الاقساط من البنك مباشره؟ يعني هيبقى تعاملي مع العميل مجرد بياخد مني تلعب التقسيط بسعر الكاش. البنك هو الملتزم بسداد الاقساط ليا، هيحول لي على حساباتي؟ لا يا فندم، ده البنك هيدفع لك بعد 48 ساعه فلوسك. هيدفع لك بعد 48 ساعه فلوسك كامله. ازاي يا فندم؟ خليك معايا يا فندم، لان ده صلب الموضوع. السؤال اللي حضرتك بتساله، الاليه هتمشي ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك، النهارده انت دخلتي بالكريدت كارد اشتريتي حاجات ب 5000 جنيه. حلو. البنك طبيعي بيقسط على الكريدت كارد المبلغ ده على 6 شهور، وبيبعت لي انا ال 5000 جنيه اللي انت حضرتك اشتريتي بيهم بعد 48 ساعه في حسابي، ناقصين تكلفه الفايده. حلو. بس موضوع انت محل خد فلوسه فورا. تمام. والمواطن خد الحاجه اللي هو عايزها. والمواطن خد حاجته ومشي،
والبنك هو اللي بيتولى كل شهر انه بيقطع جزء اللي هو بتاع التقسيط ده من قيمه الكارت. تمام وضحت كده يا استاذ محمد؟ لو هو الاتصال قطع اتمنى يعني اعتقد هي كده وضحت جدا. وانا سعيده وفي ناس ما هو هو برضه في النهايه يا جماعه بياع وصاحب محل وتاجر عايز مش عايز يشوف البضاعه مركونه على الارض. هو بيعمل ايه؟ وانا يعني انا بشرح هو بيعمل التجار. نفس الحرق الفكره بس لا بدون ضمانات. انا بقول لحضرتك ايه هو كده هو موجود في حي واضح ان هو موجود في حي شعبي الناس كلها عارفه بعض واضح انه موجود في حي شعبي والناس كلها عارفه بعض فهو النهارده بيبيع لجيرانه واللي حواليه وكذا 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 لو هم في محلين في نفس الحي واحد بيبيع بالتقسيط واحد بيبيع من غير تقسيط انا بقول لحضرتك اللي بيبيع بالتقسيط ده بيبيع ثلاث أضعاف الكمية عن المحل مثيله اللي ما يبيعش بالتقسيط طبعا مش هتلاقي عنده بضاعة راكبة الناس متعودة على كده من زمان وبتحاول انها توجد أي وسيلة أيوه موضوع النوتة كنا نشتري بس كانت في الأكشاك والبقالات بقالة صغيرة كده لكن دلوقتي حتى محلات اللبس الناس بتشتري وده نوع يعني أنا شايف والله إن ده كمان نوع من التكافل صحيح يعني انا بسهل على الناس الامور وهم انا قلت نقطه مهمه قوي لان انا ما زلت مقدره اول اتصال جاء من الاستاذ خالد ويعني مقدره شعورك انه انت مش عايز تحس انه المصري لا سمح الله بيهان يعني ومعاذ ان يهان ابدا فكره زي ما استاذ محمد بيقول ده نوع من انواع التكافل الاجتماعي تكافل بين البنوك بين الغرف التجاريه ما بين الصناعيه المحلات بقى نفسها والمواطن لا وخلينا بعد اذن حضرتك احنا عايزين نرجع في بدايه حديثي انا قلت ايه؟ احنا ثلاث حلقات مستهلك وصانع وتاجر. انا بقول زي ما المستهلك محتاج ان هو حد يقدم له هذه المبادره انا كمان كصانع انا محتاج انا محتاج افضل اكون مكمل ومستمر صحيح انا من غير المستهلك ده انا ما اسويش حاجه صحيح يعني انا قيمتي بكتسبها منين وحاجتك مركونه وبعدين خلاص ملهاش لازمه بعد كده انا والدنيا خلاص انا عندي مخزون مش عارف ابيعه ابتدي امشي عمالي طب ما انا دمرت اقتصاد يعني دي يعني انا ده بالعكس يمكن انا اكون انا اكثر احتياجا كصانع وكتاجر اكثر احتياجا من المستهلك ده انا بعتبر ان المستهلك ده هو اللي خيره علينا وهو اللي بيشغلنا تمام فيعني عشان بس ما ياخدهاش حته كبرياء او كرامه اشكرك على التوضيح ترتيب الاتصالات ايه يا شباب عشان بلغتوني بناس كتير ليلى اتفضلي ايوه استاذ منى صباح الخير صباح النور يا حبيبتي اتفضلي زي حضرتك تحياتي للضيف الكريم واهلا بيكي اتفضلي حضرتك انا عايزه احكي لك عن تجربه دي حصلت في الخمسينات انا ست عندي 70 سنه يديك الصحه يا رب وطولة العمر الله يخليكي امي الله يرحمها كانت شغاله قصر الرئاسه ده كان زمان فندق اوروبيس بالاس كان اكبر أيوة. فنادق في الشرق الاوسط ايوه والدتي كانت بتشتغل في الفندق ده ووالدي كان ضابط شرطه الله يرحمهم بقى الله يرحمهم يا رب فكان جهه العمل بتعمل لهم دفاتر بمبالغ بيحددوها مع الموظفين على حسب الراتب بتاعه له في حدود معينه كل شهر يسحب من عمر افندي من سيد ناوي من المحلات الكبرى دي وكل شهر كان بيتخصم من المرتب بتاعهم ده في الخمسينات يا استاذه ليلى؟ يعني سنه 55 56 انا كان عندي ايامها 6 7 سنين فانا فاكره الاحداث دي كويس قوي كانت يعني تاخدنا عمر افندي سيد ناوي كل موسم شتوي او صيفي كان ايامها الكاستور اللي هو بيجامات الكاستور لا مش هي كانت بتتحصل في البيت ماما الله يرحمها كان في القطيفه وفي التاني يعني كانواع كتيره وملابس المدارس والحاجات دي كلها كان كل موظف حسب مرتبه بيخصصوا له مبلغ معين في الدفتر ده الشهري يروح يسحب ويتخصم تلقائيا من المرتب بتاعه والمحلات تاخد من جهه العمل. انا بشكرك جدا ان انت حبيتي تشاركينا ده الذكريات الجميله والمبادره اللي كانت بالفعل موجوده دي بس هسالك سؤال يا مدام ليلى لو تسمحي لي. يعني حضرتك شايفه دلوقتي انه العصر اللي احنا فيه عددنا زاد قوي مشاكلنا الاقتصاديه زادت قوي ما بقاش يمكن في كل الاحوال في امانه قوي زي الاول في تعقيدات شويه في التعاملات هل شايفه انه يعني لو طبقت المبادره هتبقى سهله ومرنه زي ما كانت سهله ومرنه في الخمسينات اقول لحضرتك هتبقى سهله ليه لان جهه العمل بتدي له الراتب بتاعه ناقص الجزء اللي هم المفروض يسددوه للمحلات اللي هو اشترى منها تمام بشكرك يا استاذه ليلى جزيل الشكر شكرا لحضرتك يا فندم
جوزيف من المنيا. يا فندم صباح الخير. ام جوزيف صباح الخير يا ام جوزيف. بص يا حبيبتي انا كلمتك من حوالي 20 يوم، انا كلمتك في موضوعين. اول اتفضل. الموضوع الاول من 20 يوم كان بسبب الاسكان. لما انا قلت لك حمات ابني واخده شقه باسمها وتنزلت عنها لبنتها قياس ربنا ولا ردت الدهاله ولا هي حماته قاعده فيها وسايبه. وانا فاكره يومها استاذ هاني يونس رد عليكي في الجزئيه دي وقال لك ما رد امانه ما كلمني سبت الرقم ما حدش كلمني. لا 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 رد عليكي على الهوا. انا فاكره القصه دي كويس. بين ابنك متجوز لا. واحده تقريبا وهي كتبت الشقه باسم مامتها او العكس. لا دي مامتها اللي كاتباها باسمها. ايوه فكده الورق وقف في الاسكان لانه هي على ذمه ابنك يا ام جوزيف. طيب ايوه بس مامتها واخداها الشقه ومش عارفه ولا هي قاعده فيها ولا عارفه لبنتها قاعده فيها وسكانها. يا حبيبتي يا ام جوزيف ابقى بضحك عليكي لو قلت لك حاجه غير اللي قالها لك استاذ هاني يومها. اصل انا فاكره كويس قوي المكالمه دي. طب نعمل ايه؟ طب حلها ايه؟ هو الورق كده يا ام جوزيف. الورق وقف لانه ابنك كده قانونا امام القانون يعتبر مراته عندها شقه، يعني هو عنده شقه. خلاص يا فندم مش ملوش حق في الاسكان الاجتماعي. يعني ابقى صريحه معاكي وهو شرح لك يومها بصراحه واستفاد. أيوة. في الشرح انا فاكره عشان كده انا افتكرت على طول اول ما قالوا هنطلع اللجنه تمر اللي مش قاعد في الشقه بتاعته يسحبوها منه. قالوا كده لسه ما طلعتش يا فندم اللجنه. يعني لسه ما طلعتش. طيب. اللجنه يعني الموضوع الثاني بقى بتاع الملابس اللي بتتعمل بالقصه دي ملابس الجاهزه يا فندم. هو في كل حته في الملابس دي. الو انت على الهوا يا فندم اتفضلي. بصي يا حبيبتي انا جوزت ابني من شهرين وكانت في ملابس بتتباع بالقسط. انا طبعا ما اشتريتهاش. ليه؟ لان ما اقدرش ادفع له بالقسط طبعا. او حيات ربنا دخلت باللبس الشتوي القديم اللي كان عنده دخلته بيه وعايش بيه اهلي شهرين. انا لسه مطلع منه الاسبوع اللي فات وما حملتش نفس القسط ادفعه له تاني. ايوه يعني رايي يعني هو بينفع. ايوه القسط بينفع وبينفعش. يعني في ناس تمشي بيه وفي ناس ما تمشيش بيه. يعني قصدك ان هو مش القسط مش هيبقى النافع يتطبق في كل الحالات. بس ما في اللي معاه يدفع وفي اللي معهوش يدفع. انا ما جيتش على نفسي ودفعت. ليه؟ لان معيش ادفع. رحت مدخلات اللي ما هو اللي ما معهوش ثمن القسط يا استاذه يا ام جوزيف حبيبتي. اللي معهوش ثمن القسط هو اصلا مش هيبقى معاه كمان ثمن انه يشتري جاهز. يعني طبعا انا في ازمه ماليه لا عارفه اشتري قسط ولا عارفه اشتري جاهز. طيب انا بشكرك يا حبيبتي بشكرك على مداخلتك وعلى اتصالك. خليني اخد انا معايا النائب محمد الزيني وكيل لجنه الصناعه ورئيس الغرفه التجاريه بدمياط ووكيل لجنه الصناعه في البرلمان. اهلا بيك يا سياده النائب. يا اهلا بيك. يا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا اتفضل. اتفضل يا فندم. انا قالوا لي حضرتك طالب المداخله. تمام. اتفضل يا فندم. احنا النهارده طبعا هو موضوع القسط ده موضوع جديد جدا. بس لازم يتعمل له ضوابط عشان الاسعار ما تزيدش على السالك. جميل. يعني موضوع موضوع جيد هيقدر يحل نوع من الركود اللي موجود عند التاجر. هيساعده. يعني هو مش هيساعد المستهلك بس، هيساعد المستهلك وهيساعد التاجر في نفس الوقت. طيب حركه الضوابط كنائب برلماني يا فندم محتاجه حضرتك بما ان حضرتك يعني بتشجع المبادره دي، ايه الضوابط اللي محتاجينها علشان اقدر اطبق هذه المبادره بالشكل الاسلم والاصح والادق؟ تمام. هي المبادره دي ممكن تقوم يعني نحاول نخففها شويه كاعباء ورقيه يعني عن الافراد، لان مش ممكن واحد يروح يجيب حاجه مثلا ب 500 جنيه يحول مرتبه للبنك ويدفع فوائد ويدفع حاجه زي كده. لا، انما ممكن يحصل تعاون بين المصالح الحكوميه ومع مع موظفينها مع التاجر. يعني يبقى في تعهد مثلا من واحد بيشتغل في الضرايب يجيب تعهد من اداره الكتابات في الضرايب عنده للتاجر مباشره ان يتم خصم كل شهر كذا ويطلع بوب للتاجر مباشره على طول. يبقى بالتالي مش هيتحمل عبء فايده. صحيح. فايده على الفلوس دي، لان هو اصلا مش متحمل حاجه. يعني هو المواطن، حضرتك بتتكلم على المواطن، المواطن اصلا مش متحمل حاجه يا فندم. ده كلام مظبوط. يعني نخرج البنوك منها عشان الموضوع مش مستاهل رقمي. يعني ما هوش مش هيبقى ارقام كبيره، انما ممكن يحصل تعاون بين المصالح. بس اللي عايزه يعني الناس تفكر شويه، اللي هم اللي بيشتغلوا اللي ماسكين الادارات الماليه والحاجات دي يحاولوا يساعدوا موظفينهم، يبقى الموضوع اسهل من كده. يعني طب ممكن اسمع رد الاستاذ محمد على كلام حضرتك المحترم؟ اتفضل يا فندم. سياده النائب صباح الخير. صباح الخير.
حضرتك يمكن ما كنتش معانا من اول الحلقه. لا ما كنتش من اول الحلقه. انا عايز اقول لحضرتك ان المبادره دي اللي بيتحمل لو احنا دخلنا فيها البنوك ويكون فيها سعر فايده، اللي يتحمل سعر الفايده ده هو التاجر والمصنع وليس المستهلك. نعم فندم. يتحمل يعني برضو كلام، خلينا بس ايه نتكلم بالموضوع يعني نبسطه شويه. اتفضل. يعني نحمل التاجر 20% اللي هو الفرق او بتاع البنك، يبقى انا زودت السعر، هو التاجر هيجيب منين؟ لا يا فندم، لا 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 لا، هي القطعه دي ثمنها 100 جنيه، المستهلك لما يجي ياخدها ياخدها ب 100 جنيه، البنك اذا كان النهارده هو بياخد سعر الفايده بتاعت الثلاث شهور او الاربع شهور دول هيبقوا 5% او 6%، المصنع هيساهم ب 50% منهم، والتاجر موافق انه يدفع ال 50%. يعني لو انا حضرتك سعر الفايده هيساوي 6 7 جنيه، انا هدفع منهم 3 جنيه والتاجر هيدفع منهم 3 جنيه. بس خليك معايا كده واسمعني ثانيه واحده. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا ست النائب. النهارده عشان النهارده الموظف اللي هو البسيط اللي باخد له 1000 جنيه ولا 1500 جنيه يحول مرتبه على بنك ويخش في الاجراءات الورقيه دي، ما هوش شايل حاجه عشان يجيب حاجه ب 200 300 400 جنيه وبعدين ارجع احمله اللي هو زي مساحتك او حمل التاجر الفايده، دي مش هتنجح. احنا نعمل دي تتعمل زي ما كان زمان الاستمارات في الوزارات بالظبط. هو انا عايز اقول كده، عايز اقول تبقى مباشره بين الادارات الماليه او الحسابيه في مؤسسات وزارات الدوله وبين التاجر، بيجيب له ورق بيجيب له استماره ويروح ياخد حقه وكل شهر تحول موضوع لازم يتزق. انا طبعا مانيش فني في الحته دي، بس عايز اقول ان هو انه يتاخد يعني لازم يبقى ابسط من كده. ليه ابسط من كده؟ لان حجم الفلوس اللي هتخصم او المال اللي هتخصم الموظف ما يستاهلش ان احنا من الفرد الواحد بعد كده يبقى رقم كبير، انما ما يستاهلش ان احنا نحط تحت ضغط رايح جاي رايح جاي. لا، لازم يتعمل ابسط من كده بكتير، ونقدر نتفاوض مع بعض محلات كبيره نجيب تخفيض يعني ايه، نتفاوض مع مصانع، نتفاوض مع مراكز بيع، مع منافذ بيع لشركات كبيره، نقدر نحصل. احنا بنتكلم برضو كغرف تجاريه تمام في هذا الموضوع، وتحصل على تخفيضات من المنتج راسا للمستهلك، يعني تخفيضات كبيرة. حضرتك يا سياده النائب، انت ما خرجتش على اللي احنا قلنا عليه، بس حضرتك ضفت لنا حته كويسه جدا. احنا كنا من الاول هنقول ان بنشتغل من خلال الكريدت كارد، ما بنشتغلش ان البنك بيعمل استماره او حاجه، او من خلال الكوبونات بالنسبه للجمعيات الاهليه. دلوقتي حضرتك ضفت لنا القطاع الحكومي، نقدر نشتغل معاه من خلال استماره مشتريات، ودي حاجه جيده جدا، ونتمنى حضرتك برضو يعني نتواصل معاك طبعا وتساعدنا في هذا الموضوع اذا طبعا كان عندك اي مقترح، احنا يعني فاتحين ايدينا. المهم ان احنا عايزين نقدم خدمه ونتخلص من حاله الركود اللي موجوده ونيسر على المستهلكين. انا معاك، نقدر نفيد الاثنين. احنا هنكون سعداء جدا يا سياده النائب نوصل حضراتكم ببعض ان شاء الله، ويتم يعني بحث الموضوع اكتر وتفاصيل المبادره اكتر والاليات الواقعيه على ارض الواقع لتطبيقها، لانه في النهايه اللي يهمنا مصلحه المواطن. بشكرك جزيل الشكر سياده النائب محمد الزيني، بشكرك على اهتمامك للتواصل معنا. هسمع راي حضرتك برضو في الحاجات اللي اتقالت وما كان يحدث في الخمسينات من التقسيط لصدناوي وعمر افندي عن طريق ضمان جهه العمل، وبرضو لسه عايز اسال على احد المتصلين اللي اتكلم على الجامعات الاهليه. بس عندي كمان على الصفحه عندنا ناس يعني محمد السقا بيقول انا مش عارف اجيب ملابس من الغلا اللي في المحلات، الشرقيه نار في السعر، الناس الغلابه تعمل ايه؟ انا مع المبادره الجميله دي، وان شاء الله انا معايا مجموعه شباب هنقوم بشراء ملابس من التجار بسعر الجمله، وهنقوم ببيعها للمواطن البسيط بنفس السعر، وده تطوع مننا، ده مواطن عادي بس حاجه رائعه يعني. متحمس للفكره. مظبوط. عندي استغاثه من اهالي محافظه كفر الشيخ بعنوان يعني هي اسم المرسل محبي محافظه كفر الشيخ، احنا عندنا احتكار في ملابس الاطفال، عندنا في ملابس الاطفال والكبار من تجار، مفيش رقابه على التجار ولا في جهاز حمايه المستهلك عندنا، الاسعار نار، عاوزين تدخل من محافظ كفر الشيخ، عاوزين يقام معرض للبيع الملابس الشتويه بسعر جمله
فين أصحاب المصانع ياريت صوتنا يوصل وفين الغرف التجارية. يعني أنا قريت الرسالة على الهواء عشان حتى مكتب معالي المحافظ يبقى سمعها وحضراتكم برضو تبقوا عارفين. المعارض دي يا فندم لسه بتقام فيها بيع للأسف مجلس. الشديد المعارض دي بتبقى اللي بيشاركوا فيها ناس مجهولين بيريحوا يجيبوا بعض البضائع اللي احنا ما نعرفش مصدرها ايه. هل الأقمشة بتاعتها دي ذات جودة عالية ولا لا؟ هل طريقة التفصيل بتاعتها مقاساتها مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ هل دي قيمتها الحقيقية ولا غير قيمتها الحقيقية؟ للأسف الشديد ان المعارض دي كلها معارض عشوائية اللي بيشارك فيها اغلبهم ناس عشوائيين. فانت بتشتري منتج انت مش ضمناه مجهول. لو حبيتي حضرتك طلع مشكله في المنتج بتاعك وحبيتي تروحي تدوري على الراجل ده تاني انت مش عارفه له مكان صحيح. ولا مصدر. طب لو اخذت منه فاتوره أسنى. او ريسيت ولا دي برضو مشكله رئيسيه. ولا فاتوره ولا ريسيت لان هو لا عنده بطاقه ضريبيه ولا عنده سجل تجاري ولا هو مسجل عند الدوله فبناء عليه انت مش هتعرفي ترجع عليه. خليني اخد هاتفيا الاستاذ عزت. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا منى ازيك ومبروك الجايزه. الله يخليك يا فندم. واولا تحياتي للبرنامج كله باعداده وبتقديمه باخراجه بكل حاجه باداره القناه. شكرا ليك. انا عايز اشتري بروفارين بقى يعني نشتريهم بالتقسيط ولا حاجه. شفت الاسعار الشتوي عامله ايه يا استاذ عزت؟ لا انا دلوقتي ما بشوفش لان البنات هما اللي بينزلوا يشتروا وبيشتكوا لي فمش مشكله دلوقتي انا عارف الاسعار زادت قوي جدا. اولا دلوقتي منا الفكره ما هيش جديده. الفكره اصلا كان زمان واكيد ده اتقال في الحلقه انا مش متابع قوي. كان في استمارات كان بتتوزع علشان استمارات قماش واستمارات حاجات واستمارات اللي هي ممكن كان بتتشرى بس دي كان الحكم فيها المهنيه بتاعه الموظف فكان جهه العمل فيبقى دلوقتي بالنسبه كانوا دايما بيقولوا الموظفين وعشان كده كانوا بيقولوا ان فتك المير اتمرغ في ترابل لان كانوا بياخدوا ميزات كبيره. صحيح. فهو ده الكلام اللي هو كان مفروض انه عشان يضمن الحق في ان هو يرجع تاني فبيرجع للادارات الماليه وبيسددوا الاقساط. صحيح. انا في مشكله هنا انا مش عايز ازود عدد الغريمات ونرجع تاني لمشكله ان احنا ندور على ستات عشان تكسي عيالها فيبقى مفروض تروح وتشتري طالما في تسهيلات وبعدين نرجع تاني مش عايز تسدد الاقساط. فلازم يبقى في قواعد حاكمه على اساس ان الموضوع يجي وبعدين تمشي بالتوازي مع انا تفهم جدا وبشكر ضيف حضرتك ان هو عمل مبادره زي كده لان هو الهدف منها تنشيط الاقتصاد. صحيح. تنشيط الاقتصاد بمعنى ان هو عايز يبيع لانه في ركود. فما حدش يقول ان هو لازم الناس تشتري لبس لا مش قادر ما مش هيشتري لبس لازم هو مفروض عنده ازمه في دخله فمفروض ان هو هيبقى في ركود هيبقى في عدم في بطاله في الحاجات دي كلها فاحنا عايزين ننشط السوق. تمام. الحاجه اللي انا نشط بيها سوق المبادره دي حاجه مهمه جدا بس اروح للناس اللي هي ممكن تقدر لان انا لو هدفع قسط 1000 جنيه في الشهر لازم يبقى دخلي كتير. طب يعني المفروض حوالي 5 6 7 عشان اقدر ادفع 1000 جنيه في الشهر على طول السنه. هتحدد التارجت عند واحد بس يا منى اللي هو اللي لا سؤال بس هتحدد ازاي حضرتك قلت نقطه مهمه جدا. هتحدد ازاي التارجت بتاع العملاء او الزباين او المواطن شريحه المستهلك دي اللي احنا نبقى مطمئنين انها هتقدر باذن الله تسدد علشان زي ما حضرتك قلت حاجه هايله ما زودش عدد الغريمات ما يبقاش انا بحاول تمانية ان انت دلوقتي عندك فكره كويسه قوي عن دراسات التسويق اللي هي مفروض ان انا بشوف التارجت اللي هو انا بستهدفه من القطاع بتاع المستهلكين اللي انا اضمن فيه يبقى الريسك قليل قوي بالنسبه لعدم السداد. فدي قصه ان انا مفروض ان انا دي اولا دي وسيله ومستخدمه بره ودايما هم بيستخدموها وخلاص الثقافه اتغيرت زي ما ضيف حضرتك قال احنا عندنا الثقافه لا ازاي لو عملت بالتقسيط يبقى انا في مشكله بالنسبه لي. انا عايز اغير الثقافه وانا مع المبادره بالنسبه للجزئيه دي بس اللي انا عايز اقوله انه في اليات تانية تبقى بالتوازي. ايه هي بقى؟ طالما ان هو كل الناس بره وفي اوروبا والدول المتقدمه بيستنوا السيل علشان يروحوا يشتروا ويبقى الاسعار مضروبه جدا لما حاجه ب 400 بيبيعها ب 150 فبيشتريها فدي وسيله فلازم يبقى في اوكازيونات حقيقيه مش اوكازيونات كده وكده زي اللي هي بتتعمل هنا. مش اجي ليله الاوكازيون اعلي السعر فاقوم يوم الاوكازيون انزل السعر للسعر الاصلي. ورق وخلاص لا بالزبط. لا مش هينفع الكلام ده لازم يبقى في رقابه وبعدين النهارده دلوقتي طالما ان الغرفه
هي اللي متولية ده، يبقى لازم مع المنتجين ومع الموزعين ومع التجار ومع الكلام ده ينظموا ده في عملية لصالح المستهلك. تمام. أنا بتكلم دي وسيلة. الوسيلة الثانية إن الفقراء لازم يبقى فيها وسيلة لدعمهم، على أساس إن أنا ممكن أدينهم خصم كبير جدا على النقدي، وإن أنا أشوف طريقة علشان أقدر أوصل بيهم لللبس. الموضوع ما هوش مبادرة وحدها زي اللي هي مطروحة، اللي عشان هيبقى فيها سلبيات لكن هيبقى فيها إيجابيات كتير، وممكن الإيجابيات بتاعتها تبقى أكتر من السلبيات. لكن أنا عايز أشوف منظومة متكاملة عشان أيسر على المواطن في الملابس، سواء كانت شتوية ولا صيفية ولا غيره، وفي كل السلع بصفة عامة. بشكرك يا منة وربنا يوفقك يا رب. شكرا ليك يا فندم، جزيل الشكر. رأي حضرتك يا أستاذ محمد؟ أنا طبعا بشكره على حجم الوعي وحجم الأفكار اللي طرحت، ولازم نرد عليه في الحتت اللي يمكن برضه هو حضرته قال ان انا يمكن مش متابع من الاول. تمام. احنا لما استهدفنا في الاول قلنا ان احنا نمره واحد هنشتغل بكارت الائتمان او الكريدت كارد. في الجالب اللي معاه كارت ائتمان ده اولا عنده ثقافه حمل كارت الائتمان في حد ذاته، فلازم يكون عنده درجه معينه من التعليم او الثقافه تسمح له ينظم نفسه في البيع والشراء. دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا مش هنبيع لحد عشان ناخد منه شيك او كمبياله او مشابه، اذا ما دفعش احنا نحبسه. لا احنا دي شغلتنا ولا ده جرادنا ولا ده هدفنا ولا البنك. امال مين؟ لا لا، ما حضرتك انت حتى كارت الائتمان بالضمان الشخصي ما فيهوش حبس ولا ليه علاقه باي حاجه. البنك بيفضل وراه. لو نزلت اشتريت لبس شتوي ب 5000 جنيه ومعرفتش اسدد، معرفتيش تسددي لمين؟ للبنك. انت حضرتك عندك ائتمان انت واخداه من البنك. حلو. بتاخدي ائتمان ده مقابل وديعه، بتاخديه مقابل حساب مش عارف جاري، بتاخديه بالضمان الشخصي. فهو اما بيجي يديك حتى بالضمان الشخصي هو عارف حضرتك مين وبتشتغلي فين، وان ال 5000 او ال 10000 او ال 20000 دول بيمثلوا لك ايه. فده موضوع. احنا براه لا في حبس ولا في كلام من ده ولا موضوع. وبالتالي الخوف او القلق ان انا هنا ابقى بزود الغارمين والغارمات في المجتمع دي بعيده. لا لا خالص، ما لناش علاقه بيها لا من قريب ولا من. طب ما انا كده يا فندم ما روحتش للمواطن. ما انا بقول اللي احنا مش قادر يشتري ثمن الكوفر والمقترحات اخرى. احنا قلنا ان احنا يعني احنا نفس الكلام اللي قاله النائب عادل بيه استاذ عزت. نفس الكلام اللي قاله احنا قلناه. قلنا ان احنا هنشوف الجمعيات الاهليه، هي هنديها بسعر مخفض نفس اقتراحه بالظبط. هو الحقيقه لم كل الموضوع في الدقيقتين اللي اتكلم فيهم، كل اللي احنا فكرنا فيه وكل اللي احنا قلناه وكل اللي احنا طرحناه في المناقشات دلوقتي هو جمعه كله في نفس الافكار، ويمكن ضاف عليه فكره او اتنين هنقولهم دلوقتي. فانا بالنسبه لي انا بقول لجمعيات الاهلي اتفضل، اهلا وسهلا، اتفضل اتصل هنا، خد تليفوناتنا، خد كذا الغرفه، وتعالى خد منتجات نوديك للمصانع، هنديك بسعر المصنع وهنديك بسعر عليه كمان تخفيض، مقابل ان انت هتاخد الحاجة دي مش هتكسب فيها وهتوزعها للناس اللي عندك وتاخد منهم القيمة بتاعتها على شهرين او ثلاثة او اربعة. يعني احنا قادرين نعمل كل التسهيلات في كل الاتجاهات. ممكن اسأل برضو سؤال مهم قوي في نقطة برضو مهمة كان قالها النائب محمد الزيني، احنا شوية شكاكين بطبعنا، وبالتالي انا ممكن هنا اتخيل كمان انه فكره الاسعار اللي ممكن تبقى في الاوكازيون، ودي برضو اشار ليها سريعا استاذ عزت، تبقى اسعار حقيقيه. انا طبعا معترض على الكلام ده. ليه يا فندم؟ ما انا اقول لا 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 معلش. طول عمرنا يا فندم انا طبعا ما بنعممش، بس احنا عارفين انه ده بيحصل. انا ببقى بعلن ان انا من الاسبوع الجاي الخصومات والسيل، باجي كام يوم قبلها او اسبوع او اتنين قبلها بعلي قوي السعر لفوق، فاقوم لما اجي في الاوكازيون محدش مصلحته يعمل كده. وبعدين خلي بال حضرتك، الست المصريه او المستهلك المصري واعي الى اقصى درجه ممكنه. حضرتك لما بتيجي تنزلي تشتري النهارده حاجه، انت بتخش محل واثنين وثلاثه واربعه، بتبقى عين الست المصريه. لا لا انا بقولها هيك، لا لا موجود دلوقتي. انا بدخل الاقي سعرها الاصلي 10 جنيه دلوقتي بقت ب 7 جنيه، دي لقطه يلا هاخدها. ده اللي بيحصل دلوقتي. لا لا يعني في ناس كتير اللي هي غاويه انها تنزل وتتسوق وتمشي، فبيخش يشوف دي سعرها كام هنا وسعرها كم هنا وسعرها كم هنا، وبعدين يرجع بقى في النهايه يشوف ارخص واحد بيبيع نفس المنتج ده فين وياخد منه، او يقول لاخر واحد هو عنده ده دي موجوده بالسعر الفلاني بره، انت ليه بتبيعها غاليه؟ فالسوق النهارده مكشوف.
كان زمان ممكن انا عندي منتج لوحدي ما فيش حد تاني بيشتغل بيه فاقدر اعمل الكلام اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده، لكن النهارده التاجر مش من مصلحته. وبعدين حضرتك لازم نبقى عارفين ان في اليات للاوكازيون عشان بس ما يبقاش كلام مطلق يعني مرسل كده يعني نضر سمعت اليات الاوكازيون. حضرتك انت النهارده قبل ما تخشي على الاوكازيون انت بتبللي وتاخدي تصريح من وزاره التموين والتجاره الداخليه وبتبعتي له كل الاصناف اللي موجوده عندك وسعرها كام الحقيقي من الفواتير. تمام. وبعدين بتقولي له نسبه الخصم اللي انا عاملها من 30 او من 20 ل 50%. حضرتك بقى انت حره، المنتج ده اعمله 20، المنتج ده 30، المنتج ده 40، المنتج ده 50. هو ملوش انه يقول لي ده سعره بكذا في الخصم. لا لا لا, لا, لا انت حضرتك انت بتقولي انا هعمل خصم من 20 ل 50. خلاص يبقى المنتجات اللي موجوده جوه المحل يا اما 20 يا 30 يا 40 يا 50. ممكن سؤال رهيب جه على بالي دلوقتي؟ اتفضلي. عشان كلنا كمواطنين بنساله لبعض، هو انا لما بقى عندي الموبايل ده سعره 100 جنيه، تمام، انا النهارده نزلت بجيبه ببص عليه لقيته ب 100 جنيه، نزلت بعد مثلا فتره لقيت اوكازيون سعره ب 60 جنيه، تمام، ما هو انا هنا اوتوماتيك ليه بقول يبقى المحل ده كسبان 40 جنيه في الموبايل مثلا؟ لا. او 5. امال ازاي بقى؟ امال الاوكازيون ده بيتعمل ازاي؟ بص يا فندم، انا فنقعد بقى ايه بصراحه نقر على البياعين واصحاب المحلات والتجار، نقول لا. شايف مكسبه في العده الواحده كان كام؟ لا يا فندم، انا عايز اوصل حاجه. انا مثلا في بلوزه معينه اشتريتها من مصنع معين عندي منها 100 بلوزه، تمام، اولا هامش الربح في مصر اضعف هامش ربح للتجاره على مستوى العالم. فعلا على مستوى العالم التاجر في مصر مكسبه من 25 ل 35%. كم مع كل من 25 ل 35% ده هامش الربح في مصر، واللي بيحدد سعر المستهلك المصنع مش التاجر. وبعدين حضرتك لو شفت كم الاعباء اللي موجوده على التجار النهارده، الايجارات بقت اسعار خياليه، استهلاك الكهرباء عالي جدا، وبالمثل المصنع كمان. طبعا المصنع، ما كل زي ما حضرتك قلت في الاول روماتيريال نفسه كل ده. لكن انا بكلمك النهارده على التاجر، فالتاجر ال 30 وال 35 مبدئيا ما يكفوش انه يكسب كويس، لكن خلينا متفقين ان هو دي ظروف بلدنا واحنا ماشيين على كده. حضرتك لك ان تعلم ان اوروبا ممنوع المحل يكسب اقل من 300%، ممنوع 300%. الحاجه اللي بيشتريها ب 10 يورو ما ينفعش يبيعها اقل من 30 يورو، لكن ممكن يبيعها ب 50 و60 وهو حر. الولايات المتحده الامريكيه المنتجات اللي بتتصدر من هنا ب 10 دولار بيبتدي بيعها هناك ب 100 دولار 10 اضعاف او 7 اضعاف او 8 اضعاف او 6 اضعاف، وبعد كده يبتدي يبيع كميه وبعد كده يبتدي يعمل خصومات. نرجع بقى، الراجل بيعمل ايه في الاوكازيون؟ ليه بيعمل خصم 40% او 50% وهو اساسا مش كسبانهم؟ ليه؟ انا اشتريت 100 قطعه في صنف معين، بعت منهم 70، حلو، خلاص بكامل السعر وكسبت فيهم ال 30%، تمام، فدول غطوا لي شويه جزء كبير من مصروفاتي. هاجي على ال 30 اللي باقيين هعمل خصم 20%، هبيع 10، هعمل خصم 30% هبيع كمان 10، فضل عندي 10، ابيتهم عندي للسنه الجايه ولا اتخلص منهم واجمدهم فلوس في ايدي اقدر ادورها واشتري بيها بضاعه جديده؟ فبيروح عامل خصم 50% بيع ال 10. هو ده سبب. طب والمحلات اللي من اولها بتبدا ب 50% خصم؟ لا، مفيش حاجه اسمها محلات تبدا ب 50%، ما بتحصلش. لا ما تحصلش. تحصل ازاي؟ اذا كنت انا هامش ربحي 30% انا هخسر من اول بضاعتي من اولها الاكل. في محل بس صراحه يعني هو ده مش في مصر، مش هقول طبعا اسمه ايه، محل يعني ليه فروع في الخليج ومحل ملابس طبعا، طول السنه 12 شهر في السنه عامل خصومات. ازاي؟ ايوه يا فندم، عامل خصومات. لو انت رحتي الولايات المتحده الامريكيه حضرتك بتخش تاخدي البدله دي ب 100 دولار الاسبوع الثاني في كوليكشن جديد، هو لما نزل الكوليكشن ده والبدله دي ب 100 دولار باع منها 50 واحده، خلاص الاسبوع اللي بعده جه فنزل موديلات جديده فبيروح عامل عليها 50% على اللي فات عشان يستعمل الجديد على البواقي. طيب بعد اسبوع تاني هتبص تلاقي حضرتكم 100 دولار دي في الاسبوع الثالث بقى ب 25 دولار. اخر سؤال عشان الوقت للاسف انتهى، المتصل الكريم اللي كان يتكلم على الجمعيات الاهليه،
تطلب ايه من المجتمع المدني والجامعات الاهليه؟ ازاي انا بدي جامعات الاهليه والمجتمع المدني اتنين مقترح يختاروا اللي يعجبهم. اذا هو الجمعيه الاهليه هي هتمول الفلوس دي بتاعت اللبس ده وتديه للناس مباشره بدون قيمه انا برحب بيهم. المصانع بتاعتنا مفتوحه، تعالى خد بسعر المصنع زائد خصم كبير جدا عشان خاطر انت بتعمل حاجه لخدمه المجتمع ولوجه الله الكريم، فاحنا كمان عايزين نساعد معاك وندعم معاك ان انت تكسي او تساعد الناس الغلابه. دي نمره واحد. تمام. بالنسبه لو انت هتاخد وعايز تبيع او ما عندكش القدره ان انت تتبرع بيهم، اتفضل برضو حضرتك تعالى خد بسعر المصنع وتعالى خد خصم عليه برضو وادفع الفلوس وفرق انت او بيع بالطريقه اللي تعجبك وحصل فلوسك بالطريقه تانية. ان شاء الله نتوقع انه على اول ديسمبر زي ما حضرتك قلت يتم تطبيق هذه المبادره. ان شاء الله ان شاء الله هتعلنوا طبعا عنها بشكل رسمي. طبعا، وهتبقى في ستيكر على كل محل مشترك معانا في هذه المبادره. في هذه المبادره لو محل ضرب بس هو مش من مصلحته، كنت هقول لو محل زور الستيكر او البادج ده بس مش من مصلحته لانه هو كان يشتغل هو حر. يشتغل. لا ما هو هيكون متعاقد معانا ومع البنك ومع البنك. بشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد عبد السلام رئيس غرفه صناعه ملابس باتحاد الصناعات، شكرا ليك. شكرا على هذه المبادرة. في النهاية أي فكرة جديدة بتكون محل للنقاش ما بين مؤيد ومعارض ليها، المهم في النهاية أن احنا طول الوقت لا نيأس ونحاول ندور على حلول بديلة. عندنا أزمة اقتصادية، طبعا عندنا أزمة اقتصادية، لكن فكرة أنه يبقى فيه مبادرات كده من الغرف التجارية، من الجامعات الأهلية، من المجتمع المدني، من البنوك، أيا كان، باشتراك مع أطراف كتيرة جدا عشان في النهاية كل الأطراف تكسب وتستريح، ما يبقاش في طرف عنده ركود في بضاعته أو طرف بيخسر أو مواطن مش عارف يشتري الحاجة، ده مش عيب. الفكرة نفسها أن احنا نساعد بعض ده مهم جدا في هذا التوقيت، بعتقد أنها مهمة على كل المجالات مش بس في موضوع شراء الملابس. بشكركم على حسن المتابعة، إن شاء الله غدا موضوعات جديدة، أخبار جديدة، كل حاجة تهم المواطن المصري والعربي بإذن الله. 9 صباحا في صباح اليوم.